أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله نقول Lecture 3 في Multiple Choice Questions for Blood، وهي المحاضرة الأخيرة، وهي خاصة بإذن الله بالإميونيتي والبلاد جروبس والبلاد ترانسفيوجن. فنتوقع لو نبتدئ، عندنا 11 لوحة. نبتدي باللوحة الأولى، ودي معلومات مفروض انها يعني هيستولوجي. انا مش ههتم، مش هشرح لك هيستولوجي، انما هقول لك المنطقه المتداخله مع الام اس كيو معانا دلوقتي. اول معلومه في الوايت بلاد سيلز لازم تبقى عارفها كويس قوي، ان عدد كرات الدم البيضاء من 4000 ل 11000 لكل كيوبيك مليمتر. بليز ركز على التمييز. ساعات بقى في الام اس كيو يغير لك التمييز، بدل ما يجيب لك لكل كيوبيك مليمتر يقول لك لكل مايكرو لتر. هي يا اولاد، ما تفتكرهاش حاجه غلط، يعني هنا التمييز يا ملي متر مكعب يا مايكرو لتر. طيب احنا برضو قلنا ان الله سبحان الله يعلن عن وحدانيته، ان كل الخلايا بدءا من ستيم سيل واحده اللي هي المالتي بوتنت، يعني متعدده المقدرات، انكوميتد غير متزمه ستيم سيل، فبتمشي في تو لاينز. مايلويد لاين بيدي اربع انواع من الخلايا، ثلاثه جرانيولار اللي هم النيوتروفيلز وايسينوفيل وبيزوفيل حسب الصبغه طبعا بتتسمى. لو بتصطبغ بيزك يبقى بيزوفيل، اسيديك يبقى ايسينوفيل او نيوتروفيل. واحده اجرانيولار اللي هي المونوسايتس اللي هي اللارجست وايت بلاد سيلز. اما بقى الليمفوسايتس لاهميتها عندها مصنع تاني، خط انتاج تاني اسمه ليمفويد لاين، ده بيطلع ليمفوسايتس اللي هي اجرانيولار ما فيهاش جرانيولز او نون جرانيولار. طيب انا بحب ادرسهم بطريقه لطيفه في الام اس كيو، فباخد النيوتروفيلز مع المونوسايتس. ليه خدتهم مع بعض؟ ان دول بيمثلوا اهم فاجوسيتيك سيلز عندك. فالنيوتروفيلز هي المايكروفيجز، هي الخلايا الاكوله الصغيره مايكرو، بينما المونوسايتس اللي هي اكبر خليه في كرات الدم البيضاء دي الماكروفيجز. طبعا المونوسايتس لا تساوي تماما الماكروفيجز، يعني المونوسايتس تتحول الى ماكروفيجز، بتقعد في السيركوليشن الهاف لايف بتاعها 72 اورز، 3 ايام يعني ساعه 72 ساعه، وبعدين يتوزعوا للديفرنت تيشوز، يدخلوا التيشوز، شوية يدخلوا الليفر، شوية يدخلوا البون مارو، شوية يدخلوا السبين، ويتحولوا هناك إلى تيشو ماكروفيج. وهناك بقى يعيشوا month or years، لشهور أو سنوات. عشان كده يسموهم the monocyte tissue macrophage system. يعني التيشو ماكروفيج كانوا في الأصل مونوسايتس. بعد 72 ساعة بيدخلوا، هاف لايف قلنا في السيركوليشن، يدخلوا الديفرنت تيشوز ويقعدوا يعيشوا فيه عمرهم ما يخرجوا منها، يعيشوا في هذا التيشو الى ان ينقضي اجلهم، ينقضي اجلهم خلاص، ويدوا التيشو ماكروفيج. فده الفكر. يبقى اذا النيوتروفيلز هي المايكروفيجز، بينما المونوسايتس هي اللي هتبقى تيشو ماكروفيجز. ده ليه انا خدتهم مع بعض. في معلومه تاني في الام اس كيو مهم، مين اكثر الخلايا عددا؟ نيوتروفيلز. اي رقم في حدود 60% مقبول، يعني اكتر من نص نيوتروفيل. ساعات يغير لي صيغه السؤال في الام اس كيو يقول لي ان هم اكتر من نص الوايت بلاد سيلز نيوتروفيلز، عشان كده خدتهم مع بعض. في معلومه تاني في الام اس كيو، الخلايا الصديديه الباس سيلز اللي هو الصديد هو عباره عن ايه؟ عباره عن ديد نيوتروفيلز. طيب ناخد الخليتين اللي بعديهم، الايسينوفيلز والبيزوفيلز، ودول اقل الخلايا عددا. يعني الايسينوفيل اقل من 3% والبيزوفيل اقل من 0.5%. ساعات في الميكروسكوبيك فيل ما تشوفش ولا واحده بيزوفيلز. وقلتها لك بطريقه لطيفه، البيزوفيلز التلات وظائف الاساسيه بتاعتها بحرف البي، ان دي بتمثل الديفنس ضد البارازايتس، ادي اول بي. نمره 2 انها بتطلع البلازمين اللي هو عكس الثرومبين، الثرومبين بيعمل الجلطه، البلازمين بيساح الجلطه.
الثرومبين بينشط الفايبرينجين جروب بتاع الجلطه، البلازمين بيضحضح الفايبرينجين جروب، قلنا بيكسر الفايبرين والفايبرينجين وخمسه وثمانيه بس مفيش 13 لو كنت فاكر. وبعدين الايوسينوفيل عندها ويك فاجوسيتيك باور، يعني لو قال لك مين هم المايكروفيجز في الام اس كيو، نيوتروفيل ثم نيوتروفيل ثم نيوتروفيل، تاني مايكروفيج هي الايوسينوفيل، خلاص ويك فاجوسيتيك. يبقى ده الثلاث وظائف بحرف البي. جميل، احب قوي النظام يا اولاد، وبديكوا تملي بطرق تسهل التذكر. فالايوسينوفيل هترتبط في ذهنك بحرف البي، بارازايتس وهي اللي بتطلع البلازمين بحرف البي، وفاجوسايتوزيس بس دي السكند مايكروفيجز. نيجي البيزوفيل، الخلايا اللي تعادلها في التيشو اسمها ماس سيلز، يعني نفس الوظيفه بس البيزوفيل في الدم، الماس سيلز في التيشو. ده سؤال في الام اس كيو. طب البيزوفيلز بتطلع هي والماس سيلز حاجتين الاثنين بحرف الاتش، واحده يعني هما الاثنين مفيدين بس ساعات واحده بتبقى غير مفيده اللي هو الهستامين مرتبطه بالالرجي، لكن هو اساسا وظيفته الاساسيه بيعمل فازو دلتيش، يعني مش ربنا مطلعه عشان يؤذينا، انما هو المتداخل مع الحساسيه، عشان كده بناخد انتي هيستامينك لما يعمل حساسيه. اذا كان الايسينوفيل بتطلع ماده تسيح الجلطه، فالبيزوفيل بتطلع ماده تمنع الجلطه اللي هو الهيبارين. يبقى حتى في هنا ده بلازمين انما هنا هيبارين، ما تلخبطهمش. البلازمين بيطلع من الايسينوفيلز، الهيبارين بيطلع من البيزوفيليك سيلز والماس سيلز. وانت عارف الهيبارين ما بيمنعش تجلط، هو مساعد البطل، هو بينشط الانتي ثرومبين 3 اللي بيمنع التجلط عن طريق انه كان بيوقف اربعه فاكتورز، فاكرهم؟ بيسعف الخير، بنبتدي بتسعه ورا بعض، 9 10 11 12. دي المجموعه اللي بيشتغل عليها الانتي ثرومبين 3، وبالتالي بيشتغل عليها الهيبارين اللي بينشط الانتي ثرومبين 3. طب ايه ليه انا خدت الخليتين دول مع بعض؟ ان هما اتنين مرتبطين بالالرجي. يعني اقول لك مثال، يعني لو واحد عنده الرجي بنعرفها ازاي؟ بيبقى عنده ايوسينوفيليا، عدد الايوسينوفيلز بتزيد جدا في الالرجي. فدي تبقى عارفها. وطبعا التطبيقات الكلينيكيه جميله يا اولاد. ان واحد عنده الايوسينوفيل زايده وما عندوش الرجي. عارف ده دي نوتس ايه؟ ان عنده بارازايتس، عنده طفيليات في الجهاز الهضمي. يبقى الايوسينوفيل دي بتعلن عن البارازايتس او الالرجي. طيب. نيجي لل مايلويد لاين بيطلع الليمفوسايتس، ودي موضوعنا النهارده الاساسي. هنا الليمفوسايتس بتنقسم الى مجموعتين، في سمول ليمفوسايتس بسميها المخ، ولارج ليمفوسايتس بسميها العضلات. فالسمول ليمفوسايتس مسؤوله عن السبيسيفيك اميونيتي، الاميونيتي اللي هي سبيسيفيك، اللي هي عندنا نوعين، البي مسؤولة عن الهيومورال يعني عن طريق السوائل، اللي انها البي بتتحول لبلازما سيلز وتطلق اميونوجلوبولينز انتي بوديز في سوائل الجسم. وقلت ناس كتيرة بيقولوا لكم هيومورال يعني سائل الدم، لا، هيومورال يعني سائل بس مفيش دم. بدليل بقول اكياس هيومر اللي هو السائل المائي في العين، اكوا يعني مية وهيومر يعني سائل. فالانتي بوديز بتبقى في سوائل الجسم انكلودينج سائل الدم، لكن كمان في تيشو فلويد. فالبي مسؤوله عن الهيومورال اميونيتي لانها هي اللي بتطلق الانتي بوديز في سوائل الجسم. اما التي بتهاجم الانشن بنفسها، سيل بتهاجم الانشن، عشان كده يسموها سيل ميديتد بواسطه سيلز او سيلولار اميونيتي. ده النوع الصغير ده المهم، هو ده السبيسيفيك اميونيتي. اما اللارج ليمفوسايتس اللي هي العضلات اللي هي الناتشرال كيلر سيلز اللي في طبيعتها القاتل، دي سيلولار نون سبيسيفيك، يعني تهاجم اي حاجه، مفيش مش سبيسيفيك. ده انا لقيت في اللوحه دي الاسئله اللي ممكن تتداخل في الام اس كيو. طيب ناخد اللوحه الثانيه. احنا قلنا في الجزء الاولاني ان العدد من 4000 ل 11000 لكل ملي متر مكعب او مايكرو لتر. لو زاد العدد بيبقى عندي احتمال من اثنين يا اولاد، يا اما ليوكوسايتوزيس، دي حاجه كويسه ليوكوسايتوزيس، يا اما لوكيميا، حاجه مش كويسه يبقى سرطان دم. ايه الفرق بينهم؟ ان في اليوكوسايتوزيس الخلايا بتبقى عامله، يعني ماتيور سيلز فانكشنينج سيلز، خلاص ده اليوكوسايتوزيس. اما في اللوكيميا ليه عيبها؟ ان الخلايا ايماتيور غير ناضجه نون فانكشنينج. يبقى فهمت في الام اس كيو اليوكوسايتوزيس
بتبقى ماتيور وفانكشن ناضجه وبتقوم بوظيفه، فحاجه حلوه بتدافع عن الجسم. انما في اللوكيميا اماتيور غير ناضجه ونون فانكشن، وفي الحالتين بيزيد عدد كرات الدم البيضاء. انما ان هم يقلوا يسموا ده اجرانيلوسيتوزيس او ليوكوبينيا، دي حاجه مميته، ده فيتال، يبقى زي الجسم بدون بوليس، تبقى كارثه. يعني العب من نقص كرات الدم الحمراء. نقص كرات الدم الحمراء انيميا، طبعا انيميا مش حلوه برضه، لانها بتخلي لونك شاحب وتخلي عندك شورتنس وبريس، نفسك صعب وتتعب مع اي مجهود، مفيش اكسجين، ويكنس وفاتجابيلتي. وممكن الانيميا تبقى خطيره يا اولاد. يعني هل انيميا ممكن تبقى ليثال؟ اه، في السيفير فورمز وانيميا بتؤدي الى هارت فيلير، تبقى عارف دي كويس. ان الهارت هيعمل ايه لما يلاقي عدد كرات الدم القليله الحمراء؟ يمشيهم اسرع بقى عشان كذا مره، فالهارت يزود المجهود، في الاخر يحصل له فيلير. طيب نيجي الجزء الثاني هنا اللي هو الانفلاماتوري ريسبونس، بيقوم بمين؟ قلنا المايكروفيجس والماكروفيجس، تيشو ماكروفيج. مين هم المايكروفيجس؟ قلنا نيتروفيل نيتروفيل نيتروفيل، وللاوائل السينوفيل عندها ويك فاجوسيتيك باور. خد بالك في سؤال ام اس كيو هنا، البيزوفيلز ما عندهاش فاجوسيتيك اكتيفيتي خالص خالص، يبقى في الايسينوفيل عندها ويك فاجوسيتيك، انما البيزوفيل نو، ده سؤال ام اس كيو فاجوسيتيك باور. مين التيشو ماكروفيجس؟ قلنا اللي كانت مونوسايتس. قلت ان نما الى علم الفاجوسيتيك سيلز ان في بكتيريا في مكان ما هنا، فالستبس اوف فاجوسيتوز عشان تلتهمها لازم تعمل ست خطوات، انا هقولها في عجاله لان ده مش ام اس كيو، انما هركز على اسئله الام اس كيو. الاول يبقى لازم تخرج من الدم وتروح للمنطقه اللي فيها بكتيريا، فالاول تعمل تيجي جنب المارجن بتاع البلود فيسل وتقف، فيسموا ده مارجنيشن، وبعدين تدور على ثقب في الكابيلري تتسلل من خلاله. ازاي؟ تخرج رجلها وتسكويز اتسيلف لحد ما تطلع، يعني بتبتدي برجلها، عشان كده سموا العمليه الدايه بيديسز، لان قلت كلمه بيد يعني رجل، بدليل قلت في العجله البيدال بتاع الرجل، وفي شرم الشيخ بنركب البيدالو ما بنجدفش بالرجلين، فده بيديسز يعني تخرج برجليها ثم تمشي. ثالث خطوه زي الاميبا اموبويد موفن بسودوبوديا، اقدام كاذبه. طب هي ما عندهاش عينين، طب هتعرف منين البكتيريا هنا مش هنا؟ يبقى ده عمليه جذب كيمائي سموها كيمو تاكسز، اهي دي بقى مهمه في الام اس كيو. الكيمو تاكسز، كلمه تاكسز يعني ريجوليتد، حاجه ريجوليتد بماده كيميائيه. لو المواد الكيميائيه بتجذب الفاجوسيتيك سيلز ناحيه البكتيريا يبقى ده حاجه ايجابيه، بوزيتيف كيمو تاكسز. لكن لو بتطلع مواد كيميائيه تتوهها تخليها تروح بعيد عنها يبقى ده نيجاتيف كيموتاكس. يبقى الجذب الصحيح بوزيتيف كيموتاكس، الخطا نيجاتيف. طب ايه اهم سؤال هنا؟ ان الكومبلمنت اللي هناخده ده احد الكيموتاكتيك فاكتورز. الكومبلمنت هناخده مع النون سبيسيفيك هيومورال، ده كيموتاكتيك فاكتور، ده سؤال ام اس كيو، عشان كده حتى هتطهرك باللون الاصفر. هو ده المهم. هل في كيموتاكتيك فاكتورز تانية؟ اه طبعا، البكتيريا التوكسينز بتجذب، الانفليم تيشو بيجذب. وصلت هناك بتلتهم البكتيريا الصحيه والميته. طب ده يبقى طعمها مقرف قوي، في حد هياكل يعني حاجه ميته؟ يبقى لازم نحليها. عمليه تحليتها يسموها اوبسينايزيشن، تبقى اوبتيمم للفاجوسيتوزيس. طب هنا في سؤال مش كده مهم جدا، مين بيشتغل كأوبسنين؟ مادة تحلي البكتيريا وتستيميليت الفاجوسيتوزيس تخليها ترضى تاكلها. الكومبلمنت تاني والإيمونوجلوبولين جي، اللي هو أكتر إيمونوجلوبولينز عندنا في الجسم. إيمونوجلوبولين جي، يبقى الكومبلمنت بيشتغل، خد بالك بقى سؤال مش كيو، ككيموتاكتيك فاكتور وبيشتغل كأوبسنين. الإيمونوجلوبولين جي بيشتغل كأوبسن، ده أشهر سؤالين هنا. انا حافظ اسئله وورد وايد سؤال سؤال. يبقى تنسى كومبلمنت كيموتاكتيك واوبسن الاثنين، الكومبلمنت يعمل اثنين، الايمونوجلوبين جي يعمل واحده بس، اوبسنايزيشن، بعد كده بيحصل فاجو سيتوز. دي كانت اللوحه الثانيه. تقل اللوحه الثالثه، احنا قلنا جزء منها يا اولاد او قلناها كلها، انه ايه الفرق بين اليوكوسايتوزيس واللوكيميا، هما اتنين زياده في العدد اهو.
بس في الليوكوسايتوزس بتبقى الخلايا ماتيور وفانكشنينج، عشان كده حاجه لطيفه فوق 20,000. انما في اليوكيميا سرطان الدم ليه الخلايا زادت بس ما بت... ده بالعكس اماتيور ونون فانكشن. لما اقول ده بتاخد الغذاء بتاعي زي ما بقولها ايه اكل ومرعى وقله صنعه، مفيش صنعه، اماتيور نون فانكشن، فالانسان يموت، يبقى دي مالجنت تيومر. اون ذا كونتري نقص كرات الدم البيضاء اسمها ليكوبينيا، لما مفيش خالص سموها ا يعني نو اجرانيو سيتوزس، ده رابيدلي فيتال كونديشنز، تحصل طبعا مع الاشعاعات الذريه والتوكسينز والحاجات دي. قلت اخطر من ان ينقص كرات الدم البيضاء بتدي انيميا، اللي هي كرات الدم الحمراء اسف بتدي انيميا، يبقى لونك شاحب ونفسك شورت سبريس بتنهج ومش قادر تعمل اي مجهود ويكنس وفاتيج، لكن ممكن انيميا تبقى مميته لانها بتزود الكارديو كورك وتؤدي الى هارت فيلير. طيب ده اللوحه الثالثه اللي يهمني فيها دلوقتي. نيجي اللوحه الرابعه. فدي بقى الكلام المهم. اميونيتي. اميونيتي هي الابيليتي تو ريزيست المايكرو اورجانيزمز وذير توكسينز. المايكرو اورجانيزمز والتوكسينز بتاعتها، بس انا عدي الورق ثانيه مش هيبقى معدول، ثانيه واحده. الاميونيتي هي الابيليتي تو ريزيست المايكرو اورجانيزمز اور ذير توكسينز. طيب في خطي دفاع يا اولاد، يعني في الجسم عندنا خطي دفاع. خط الدفاع الاول هو النون سبيسيفيك، مش متخصص، يعني اي حاجه تنفع ضد اي حاجه. النيت فطري، في اللغه كلمه النيت يعني فطري. اوعى تفتكر ده مش مهم، ده بيقيق اكتر من 99% من الجراثيم. يعني طب ال 1% اللي عدى النون سبيسيفيك ده يبقى بقى اللي هو يبقى محتاج مخ، بقى محتاج السبيسيفيك اميونيتي. يبقى هنا اميونيتي معينه ضد جرثومه معينه سبيسيفيك، مش ضد اي حاجه. طيب نيجي اول سؤال في الام اس كيو، النون سبيسيفيك او الانيت بيتميز بايه؟ المزايا دي بتيجي سؤال ام اس كيو. طبعا اهم ميزه انه نون سبيسيفيك، يعني ايه؟ يعني اي حاجه ضد اي حاجه، يبقى عليه نو سبيشال كوجنيشن. يبقى هتجي لك في الام اس كيو نون سبيسيفيك معناها مفيش سبيشال ريكوجنيشن، يعني تعرف، ريكوجنايز يعني اتعرف. طب ادام مش محتاجين نتعرف يبقى الطالب ذكي، يبقى مش مهم بريفيوس اكسبوجر، نو بريفيوس اكسبوجر، ليه اشوفه ليه قبل كده؟ اي حاجه ضد اي حاجه، وعليه تبقى العمليه سريعه رابيد. يعني كونها نون سبيسيفيك ادت الى الخاصيتين الاخريتين، انها تبقى مش عاوزه بريفيوس اكسبوجر وبالتالي تبقى سريعه. خط الدفاع الاول ده يا اولاد بيتكون اوريدي من ثلاث خطوط. اول خط ما بيجيش في الام اس كيو، بس هقوله في عجاله عشان زي ما بقول عاوزها برضو ما تبقاش بس المحاضرات ام اس كيو تبقى يعني كراش كورس معتبر للبلاد. يعني ممكن تسمع البلاد في ثلاث محاضرات، تسمع الاوتونوميك في محاضرتين، النيرف في محاضره، اند سو اون. وده بيفيد الناس هنا اكتر كده، اكتر من الشرح المطول المفصل، ان ما عندهمش هنا غير ام اس كيو. ما جبتوش ولا كلمه ولا شافوا ام اس كيو فقط في نورث امريكا. طيب فاول خط دفاع اللي هو ميكانيكال اور كيميكال، وهقولها في عجاله بقى لان ده ما بيجيش. ايه خط الدفاع ده؟ انت مغلف بالسكين ومبطن بالميوكوزا، ادي نمره واحد. ايه؟ ابيثيليال كفري، من بره فيه غلاف الجلد ومن جوه مبطن بالميوكوزا. طب الميوكس، انت ما بيدخل اي بكتيريا جوه الجهاز مثلا التنفسي بيمسك في الميوكس، وكنا خدنا بقى ان السكليتور بتاع السيليا طلعه وتكحه او تعطسه. طب والاسيدز، لما بناكل اكل غير معقم المعده بتقتل الجراثيم، بقى في اسيد في المعده في الاستومك وفي الفاجينا. مش مهم ده ما بيجيش في الام اس كيو. نيجي بقى عندي، ركز في الثانيه والثالثه. زي ما عندي سبيسيفيك سيلولار وسبيسيفيك هيومورال، عندي نون سبيسيفيك سيلولار، خلايا نون سبيسيفيك ونون سبيسيفيك هيومورال في السؤال. مين الخلايا اللي هم نون سبيسيفيك؟ ثلاث خلايا. قلنا اثنين منهم المايكروفاجس اللي هم مين؟ ما بزهقش بس تحفظ في الام اس كيو، اللي هم النيوتروفيل ثم النيوتروفيل ثم النيوتروفيل،
ثم الايسينوفيلز عندها ويك فاجوسيتك باور. وبقول تاني البيزوفيل سؤال ام اس كيو ما عندوش البيزوفيل فاجوسيتك باور. طب تاني حاجه الماكروفيجز عشان دي الكبيره اللي هي مين اللي كانت في يوم من الايام مونوسايتس، وقلنا بعد 72 ساعه الهاف لايف بتاعها في السيركوليشن تدخل انسجه وتحول لتيشو ماكروفيج، بينما النيوتروفيل عمرها قصير جدا. النيوتروفيل الهاف لايف بتاعها في السيركوليشن ما بتدخلش حاجه، بتقعد في السيركوليشن 6 ساعات معايا. المونوسايتس 72 ساعه الهاف لايف في السيركوليشن، وبعد كده تعيش شهور لسنين في التيشو ما تغادروش. عشان كده يسموها المونوسايتس ماكروفيج سيستم. يعني عاوز قيس ليلى الماكروفيج مرتبطه بالمونوسايتس، والمونوسايتس هتبقى ماكروفيج مرتبطين ببعض. ثالث حاجه بقى اللي هو ايه اللارج ليمفوسايتس اللي هي الناتشرال كيلر سيلز، وشوف يسموها اسم جميل بقى انها نون بي نون تي. البي ليمفوسايتس سموها بي عشان راحت اتعلمت في مدرسه البيرسا، ليمفويد تيشو اسمه بيرسا، والتي اتعلمت في ليمفويد تيشو اسمه الثايموس، اتعلمت تتعرف على الاورجانيزم المناظر سبيسيفيك. انما دي بتضرب اي حاجه، دي فتوه كده، عشان كده اسمها نون بي نون تي، بسميها حتى في مزاح صايع يعني ما دخلش مدارس، ادي في مفهوم انا كلمه نون بي نون تي، يعني لا دخلت مدرسه البيرسا ولا دخلت مدرسه، ما فيش مدارس، هي كده في طبيعتها القتل، ناتشرال كيلر نون بي نون تي. طيب فين بقى الاسئله المهمه؟ هقول لك ان دي الفيرست ديفنس اجينست فيروس ناتشرال كيلر، وبعدين ضد المالجنان سيلز، ده الأهمية بتاعتها. طب اكتيفيتد بإيه بقى؟ ده سؤال مهم جدا. أهم واحد الألفا انترفيرون، الألفا انترفيرون أو انترلوكين 2، خلاص انترلوكين 2. أنا قلت لك إيه هي الانترلوكين دي؟ مواد كيميائية بتتواصل عن طريقها اليوكوسايتس، الانترنت بتاع اليوكوسايتس، وهي عبارة عن بروتين، فعشان كده يسموها انترلوكين، اي ان يعني بروتين او بولي بيبتايد، وانتر يعني زي الانترنت ما بين اليوكوسايتس، فهي بالالفا انترفيرون الانترلوكين 2. اقول لك انا بحفظها ازاي شخصيا، هو اول حرف في الحروف الابجديه اللاتينيه الالفا، يبقى بالالفا، وبعدين باخد وراها مش البيتا بقى، ثاني رقم انترلوكين 2، تبقى حلوه كده، اول حرف وثاني رقم، يبقى اكتيفيتد بالالفا انترفيرون والانترلوكين 2 زائد الانتيجين انتي بودي رياكشن. دي اسئله ام اس كيو مهمه في السيلولر دي. نيجي الاهم بقى النون سبيسيفيك هيومورال، يعني حاجات في سوائل الدم وسوائل الانسجه. هيومورال يعني سائل، قلت ليست سائل دم بس، في خمسه ميكانيزمز، اربعه منهم من الخمسه بروتين بروتين، ونمره خمسه حتى مشكوك في هويتها، يعني نصها بروتين ميوكو اهو، ميوكس لازم يبقى بروتين، بوليساكارايتس، ميوكس بوليساكارايتس اللي هي اللايسوزومز، الاجسام المحلله اللايسوزومز. يبقى اللايسوزومز دي يا اولاد دي ميوكو بوليساكارايتس، وظيفتها ايه؟ بتديزولف، بتساحل بكتيريا، دي اول واحده في الخمسه. نيجي بقى الاربعه اللي بعدهم، واهمهم عشان تبقى عارف الانترفيرون والكومبلمنت، هم دول اللي بيجوا في الام اس كيو. نمسك الانترفيرون، بروتين، احنا قلنا الاربعه جايين بروتين، بتنتجه الخلايا اللي هوجمت من قبل الفيروس، يعني اي فيروس يهاجم خليه، الخليه دي تنتج انترفيرون عشان يقاوم هذا الفيروس، تمام؟ واسمه انترفيرون ليه؟ علمتها لكم، لانه بينترفير يعني بيتعارض مع الفيروس ريبليكيشن، يعني تناسخ الفيروس. وقلت لكم ايه الفرق بين التناسخ والتكاثر ريبرودكشن. التكاثر ان بيطلع الاوف سبرينج الابن مختلف عن الاب في الشكل، انما في التناسخ يطلع صوره طبق الاصل، فالفيروس لا يتكاثر انما يستنسخ. الانترفيرون بينترفير مع الفيروس ريبليكيشن، وهم ثلاث انواع الفا وبيتا وجاما. طيب دي اللوحه الرابعه، ندخل في اللوحه الخامسه. قلنا عندنا 11 لوحه. الانترفيرون وظائفه اهو، بينترفير
او يجيبها لك انهبت، ده اسمه بيقول يعني اجابه السؤال في السؤال انترفيرون، لانه بينترفير او بينهبت الفيروس ريبليكيشن، قلنا استنساخ وليس تكاثر. وبعدين في ثلاث انواع الفا وبيتا وجاما، لسه قايلين الالفا ده سؤال مهم جدا، دي كانت بتاكتيفيت الناتشرال كيلر سيلز. وفاكر مين تاني حاجه خدت اول حرف الفا؟ الانترلوكين 2، وثالث حاجه الانشين انتي بودي رياكشن، كل دول بياكتيفيت الناتشرال كيلر. هنا يهمني مين في الانترفيرون الالفا، بينما الجاما بياكتيفيت الماكروفيج. بحفظها بطريقه لطيفه، كان في فيلم لعادل امام اسمه اللعبه مع الكبار، الانترفيرون بيلعب مع الكبار بس، مع اللارج ليمفوسايتس اللي هي الناتشرال كيلر ده الالفا، والجاما بيلعب مع الماكرو مش المايكروفيجز. يبقى افتكر بيلعب مع الكبار، والبيتا طبعا هاز انتي فايرال افكتس لكن مش مع خليه معينه. يبقى السؤالين بيجوا كالاتي، الالفا بياكتيفيت الناتشرال كيلر والجاما بياكتيفيت الماكروفيج، وافتكرها اكتب لي كده جنبها اللعب مع الكبار. طيب ده اهم واحد. نيجي لواحد مش مهم اللي هو الاكيوت فيس بروتين. انا هفوت البروبر دين ثاني. الاكيوت فيس بروتين من اسمه بروتين بيطلع مع الاكيوت انفلاميشن من الكبد، ووظيفته ضد الالتهاب، هو اسمه اكيوت فيز يعني في الحاله الحاده. يبقى بروتين، ما احنا قلنا كلهم بروتين ما عدا اول واحد مشكوك في هويته اللي هو اللايسوزومز، ان هو بروتين مع بوليساكارايد ميوكو بوليساكارايد، من الباقيين التانيين بروتين كده بروتين. ده تسهل الحفظ انك تاخد بالك، وبسهله لك بالالوان وبسهله لك بالصوت، اهو كله بروتين كله بروتين اهو، شايف بروتين 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 كله بروتين، اربعه بروتين دي تخلي بتجمع. يبقى ده بروتين بيطلع من الكبد في حالات الاكيوت انفلاميشن، وعنده انتي انفلاماتوري افكت، اشهرهم السي رياكتيف بروتين، ده مش مهم قوي. ده نيجي بقى فاضل لي الكومبلمنت، ده المهم، واذا ذكر الكومبلمنت يذكر البروبر دين. يعني البروبر دين ده قيمته الوحيده انه بياكتيفيت الكومبلمنت، ان هو الطريقه البديله لتنشيط الكومبلمنت. وعلمتكم ترمينولوجي يا اولاد، يعني ايه بروبر دين؟ قلت اي ان يعني بروتين، وبرو يعني قبل، بيرد يعني تحطيم، يبقى بروتين ما قبل التحطيم. نمسك بقى الكومبلمنت، حكيت قصه جميله يا اولاد، قلت لكم ان لو انا الانتي بودي اقدر المونومير اللي هو اشهر انتي بودي اللي هو الاميونوجلوبولين جي، بيقدر يمسك اتنين بكتيريا دايفيلنت، واحد يمين واحد شمال، زي عارف طريقه البوليس في ان هم القبض على المجرمين يمسكون في بعض خلاص مش هيعرفوا يجروا. فاشهر انتي بادي اللي هو الاميونوجلوبين جي اللي انا بقوم بدوره ده دلوقتي بيروح ماسك اتنين بكتيريا، عمل لهم كده اجلوتينيشن، ادهير تو ايتش اذر، ده معنى كلمه اجلوتينيشن، لزقهم في بعض. لكن لو عاوز تعريف الاجلوتينيشن اتس انتيجين انتي بودي رياكشن، انتيجين انتي بودي رياكشن، مسكوا بعض بس ما ماتوش. مين يكمل العمليه ويموتهم؟ الكومبلمنت، حتى اسمه كومبلمنت انه بيكمبليت العمليه، يروح ماسك في رجلين الانتي بوديز اهي بس مش هقدر اوريها لك، ومفجر المجموعه كلها الانتي بودي بالانتيجين، يبقى بيكمبليت ما بداه الانتيجين، عشان كده سموه كومبلمنت. انا بقولها بطريقه لطيفه جدا، الانتيجين انتي بودي رياكشن سبيسيفيك زي العريس والعروسه خلاص، بس عشان الجوازه تكمل محتاجه ماذون، ده الكومبلمنت، عشان كده نون سبيسيفيك، اي ماذون يساعد اي جوازه حلوه دي. يبقى الانتيجين انتي بودي رياكشن سبيسيفيك يعني انتي بودي معين هيمسك انتيجين معين، وده يبين لك ان في تناغم ما بين السبيسيفيك اميونيتي والنون سبيسيفيك، مش كلهم في وادي اهم بيتعاودوا. السبيسيفيك اللي هو الانتي بودي مسك انجين معين، مسكه بس عمل له اجلوتينيشن ادهير، كمل الشغله بتاعته النون سبيسيفيك كومبليت المأذون جه حطمه، يبقى بيكمل ما بداه الانتي بودي. بقولها بطريقه فيها مزاح عشان تفتكر، في كام مأذون في الجسم؟ كام كومبليمنت في الجسم؟ 30 كومبليمنت، تمام؟ طب ايه الطريقه التقليديه في ان الكومبلمنت يتنشط؟
المأذون ما يتنشطش غير لو في جوازة، غير لو في انتيبادي رياكشن. ده اسمه كلاسيكال واي. يبقى الكومبل مش هياخد الدفتر بتاعه ويجي غير لو سمع ان فيه عروسة ماسكة العريس، انشن انتيبادي رياكشن، في عريس ممسوكة يا جماعة، تعالوا بقى يكمل عليه، يعقد عليه، يحطمه هنا في حالتنا. بس جواز حلو ولا ما فيهوش تحطيم ولا حاجة، خلاص؟ عشان كده يسموه كومبلمنت. يبقى الكلاسيكال واي اللي المأذون اللي هو الكومبلمنت النون سبيسيفيك اللي بيكمل بيه، عشان كده يسموه كومبلمنت، ان الانشي انتيبادي رياكشن. طب في طريقه الترناتيف يعني بديله، ان ممكن مش العروسه اللي تبقى ماسكه العريس، ابوها ولي امرها. ده بقى بسميه البروبر دين، اللي هو يسموه الالترناتيف واي، بروتين ما قبل التحطيم. يجي ابوها يروح ماسك العريس، تعال انت مش عارف تتجوزها ليه يا ولد. بروبرتي، بروتين ما قبل التحطيم، ده الالترناتيف واي. يجي المأذون يعقد. يعني بقولها بطريقه طريفه، المأذون ده لازم العريس يبقى ممسوك، مش هيجري ورا العرسان في الشوارع يقول لهم تعالوا اتجوزوا. الطريقه التقليديه الكلاسيكال ان العريس يتمسك بالعروسه، انتيجين انتيبادي رياكشن. كلاسيكال. الطريقه الالترناتيف البديله، العريس يتمسك بابوها، بروبر دين، بروتين ما قبل التحطيم. وفي كم مأذون؟ 30 مأذون بروتين، يكمل ما بدأه الانتيبادي، عشان كده سميها كومبليت. طيب اهي، يبقى قلنا 30 مأذون، اديني بشاور لك بالليزر، حتى بيبقى الاكتيفيتد ان كاسكيد سيكونس. انت فاهم يعني ايه كاسكيد؟ يعني واحد ينشط الثاني، الثاني ينشط الثالث اكتر، اند سو اون. يو كومبليت يميديت الافكت بتاع الانتي بودي او التي ليمفوسايتس. طب الاكتيفيتد ازاي؟ لازم حد يمسكه له، الكومبلمنت يموت بعد ما يمسك. اهو شايف الانتي بودي مسك الانش، واحد مسك اثنين اهو، دي كلاسيكال واي انش انتي بودي رياكشن. لكن ممكن الطريقه الالترناتيف بالبروبردين، بالبروبردين هو بيشاور عليه، عشان كده قلت لا يذكر البروبردين غير مع الكومبلمنت. الريزلتس بقى بتاعت الكومبلمنت اكتيفيشن سته. انا مش عاوز اضيع وقتك، فاقولها لك بطريقه طريفه جدا، لو قعدنا نقراها 100 سنه مش عمرك هتعرفها. انا عندي طريقه طفوليه في الشرح تفصل الطلاب، انه الكومبلمنت ده الاعدام رميا بالرصاص، فست خطوات، ثلاثه اعدام وثلاثه ازاله الجثث اللي تم اعدامها. حلوه كده، ثلاثه وثلاثه. انت هتعدم شخص بالرصاص، هل الشخص ده يبقى بيجري وننشن عليه ولا لازم يبقى مربوط؟ لازم يبقى مربوط. هو اول حاجه بيعملها الكومبلمنت اجليوتينيشن، يعني الانفيدنج اورجانيزمز ادير تو ايتش اذر، يمسكوا ببعض. الانفيدنج اورجانيزم ادير تو، يربطهم في بعض عشان ما يجروش، ثبتهم. طيب لو المجرمين دول معاهم قنابل في جيوبهم، ينفع اضرب عليهم رصاص وجيبهم قنابل؟ هتنفجر فيا. الاورجانيزمز جواها توكسينز، لو انا خرمتها التوكسين دي هتضير الجسم. يبقى تاني حاجه نيوتراليزيشن اوف توكسين، دي التوكسيك سايتس في الفيروس. بعد كده نضرب الرصاص. يبقى الاول ربطناهم اجلوتينيشن، شلنا القنابل منهم، عملنا نيوتراليزيشن للتوكسيك سايتس، وبعدين هي بالظبط اعدام رميا بالرصاص، بيرفورين اللي هو بور فورمينج موليكيل، موليكيل فيه ثقب، ثقبنا الاورجانيزم، يحط موليكيلز مثقبه في جدار الخليه بتاعت الاورجانيزم، يبقى مات، يبقى حصل كيلينج للسيلز، اعدام رميا بالرصاص. طيب في جثث، هتسيب جثث في كده هتتنتن وتضرك انت. فالكومبلمنت قلنا بيعمل حاجتين يا ولاد، فاكرين؟ كيموتاكسيس، كان كيموتاكتيك فاكتور، بيجذب بياتراكت الوايت بلاد سيلز، وبعدين بيحلي الديد تيشو عشان يرضى الفاجوسيتيك سيلز تاكلها. لما قلنا بيشتغل كاوبسن، اوبسنايزيشن، يبقى بيشتغل ككيموتاكتيك في الكيموتاكسيس، وبيشتغل كاوبسنين في الاوبسنايزيشن. ما تلخبطش كلمتين يا اولاد. العمليه اسمها كيموتاكسيس، عمليه ريجوليتد بحاجه كيميكال، الماده الكيميائيه اسمها كيموتاكتيك، يبقى العمليه كيموتاكسيس والماده اسمها كيموتاكتيك. العمليه اسمها اوبسنايزيشن، انك تخلي الحاجه اوبتيمم للالتهام، واللي يعملها اسمه اوبسنين. خلاص، يبقى
الكومبلين بيشتغل كالاتنين دول، دول اشهر سؤالين هنا، بيشتغل ككيموتاكتيك فاكتور وبيشتغل كاوبسن، تبقى عارفهم. خلاص يبقى جاب الوايت بلاد سيلز عمل لها اتراكشن بالكيموتاكسيس وكالت الفاجوسيتيك اورجانيزم. ستيل في بقايا بقى شويه دم وشويه حاجات في الارض، عايزين نغسل بقى. عشان كده بيطلع هيستامين، فورميشن اوف فراجمنت بتطلع هيستامين. الهيستامين قلنا اهم وظيفه ليه ايه بقى؟ مش يعمل الرجي، يعمل فازو دايلتيشن، فيزود نفاذيه الكابيلاري، يخرج منها ميه تغسل بقى البواقي. شوف لما تبص لها يا اولاد بهذا المنظور عمرك ما تنسى واحد من اصعب الاسئله، الريزلتس اوف كومبلمنت اكتيفيشن. حلوه. يبقى ثلاثه الاعدام رميا بالرصاص، وثلاثه ازاله الجثث. الاول اربطهم اجلوتينيشن، الاورجانيزمز ادهير تو ايتش اذر، شيل الانابل اللي فيهم نيوتراليزيشن للتوكسيك سايتس، وبعدين اعدمهم، اضرب بقى خرمهم بالرصاص. ال اسمه بور فورمينج موليكيول، هو عباره عن بروتين اسمه بيرفورين، البروتين اللي بيخرب اي ان على بروتين، وبيرفوريت يعني يخرب، اتقتلوا. شيل بقى الجثث، مين اللي هيشيل؟ مين الحانوتيه اللي هم الفاجوسيتيك سيلز المايكرو والماكرو، يبقى ياتراكت الوايت لان هو كيموتاكسيك، وبعدين يحلي الجثث هو اوبسينين، ودول اهم سؤالين في الكومبلمنت. وبعدين يغسل بانه يطلع هيستامين، يعمل فازولتيشن، يزود الكابيلا بريمابيل. كده سهله وجميله. لو في نظري بقى اقعد اعد لك الخمسه واقول لك ازاي، انما احنا دلوقتي بنهتم بالام اس كيو. يبقى في خمسه نون هيومورال، قلنا اربعه فيهم بروتين بروتين، والخمسه مشكوك في هويتها اللي هي اللايسوزومز ميويوكس، يعني بروتين مع بوليساكاريد اللي كانت بتساعد البكتيريا. اهم اتنين فيهم مين في الام اس كيو؟ الانترفيرون والكومبلمنت، تبقى عارفه. والبروبر دي مرتبط بالكومبلمنت، اللي هو ليه الامر اللي بيمسك للكومبلمنت. ده كانت اللوحه من اللوحات اللي بتاخد وقت. نيجي بقى للسبيسيفيك اميونيتي يا اولاد. اول سؤال، ايه الديفرنس ما بين السبيسيفيك والنون سبيسيفيك؟ قلنا السبيسيفيك اكواير، مكتسبه، لازم تدخل مدرسه وتتعلم، انت مش فتوه بالفطره. النون سبيسيفيك هو مخلوق مش عاوز يتعرف، هو فتوه بالفطره. انما السبيسيفيك ده مخ، عقل، لازم يدخل مدرسه نعلمه. نعلمه يعني يكتسب الصفات، يبقى اكواير. يبقى ادي اول سؤال في ام اس كيو، السبيسيفيك اكواير مكتسب، بينما النون سبيسيفيك كانت فطري. النيه. طب ايه المزايا؟ انها سبيسيفيك اهم حاجه، يبقى لازم يحصل كوجنيشن، يبقى قادر على التعرف على الانش. ليه؟ لانه قلتها مليون مره، لو في الدنيا مليون مايكرو اورجانيزمز، وده رقم على فكره قريب من الحقيقه، يعني مش مجرد رقم بقوله، لازم يقابلهم في الجسم مليون نوع من البي او التي لينفوسايتس، نوع لنوع ما ينفعش غير فيه سبيسيفيك، يتعرف عليه ويقول انا بتاعك انت، انا ضدك انت. ده اول نقطه. طب تاني نقطه، لازم يبقى قادر على تمييز السلف من نون سيلف، البادي سيلز اللي هي السلف من المايكرو اورجانيزم اللي هي النون سيلف. وتالت نقطه وهي الرائعه، ان في البي والتي لينفوسايتس في ميموري سيلز، خلايا، بقول اذا البي والتي لينفوسايتس بقولها بجمل جميله، تمثل الحاضر، يعني بتدخل في المعركه الدائره. في خلايا بقى واقفه بعيد من البي، وخلايا واقفه بعيد من التي اسمها ميموري سيلز، تراقب المعركه وتسجل معلومات عن العدو. حتى اذا ما نفس العدو دخل لنا تاني، يبقى انتاج الاميونيتي اسرع واوفر. ده فكره الميموري سيلز. يعني هي مش هتشتغل في المعركه الدائره، مش في الحاضره، المعركه المستقبليه. سكند اكسبوجر اهي مكتوبه صادق. عشان الاميونيتي تبقى فاستر اند سترونج. وقلت هي دي فكره الاميونيزيشن. استفاد بيها ازاي الانسان؟ ان احنا ندي بكتيريا او فيروس مستضعف او ميت، يبقى المعركه الحاضره انت فايز فيها، لان العدو ضعيف او ميت. بنستفاد ايه؟ يتكون عندنا ميموري سيلز، بحيث لو دخل بقى نفس الاورجانيزم مره اخرى، لا عندنا المعلومات، يبقى الاميونيتي هتبقى اسرع واوفر والانتصار اسرع. وي هاف تو تايبس من السبيسيفيك اميونيتي. سؤال ام اس كيو، مين المسؤول عن السبيسيفيك؟ بسميها العقل، السمول ليمفوسايتس، مش العضلات، اللارج ليمفوسايتس
الناتشرال كيلر اللي هو في طبيعته يفتوى بطبيعته كده، ده نون سبيسيفيك سيلر. انما هنا في تو تايبس اوف سيل ليمفوسايتس، خلاص سمول، يبقى السبيسيفيك سمول. سؤال ام اس كيو مهم جدا. كل نوع بيشتغل عنده ميكانيزم مختلف عن التاني. انا بقولها برضو الطريقه فيها مزاح، البي ليمفوسايتس دي ضد البكتيريا، حلوه البي مع البي، اوعى تنساها، البي بتاعت البكتيريا اساسا. طريقه شغلها ازاي؟ لا جبانه شويه، من بعيد لبعيد، تتحول لبلازما سيلز، والبلازما سيلز تنتج ايمونوجلوبولينز تغرق بيها سوائل الجسم تهاجم الاورجانيزم. يعني هي ما راحتش الاورجانيزم، هي انتجت ايمونوجلوبولينز في سوائل الجسم وهم اللي هاجموا الاورجانيزم. عشان كده سموا هذا النوع من الايمونيتي، افهم يا ابني، هيومورا، يعني عن طريق السوائل. بينما التي لا، التي بقى جريئة جدا، بتهاجم الأورجانيزم بنفسها. يعني التي تمسك الأورجانيزم وتخرمه زي الكومبريم، تحط بيرفورين وبعدين تاخد اللي بعده وتخرمه وبعدين تاخد اللي بعده وتخرمه، معلكش الرقم ده up to 100 أورجانيزم في الدورة الواحدة، يبقى قامت بالعملية بنفسها. عشان كده يسموها سيلولار اميونيتي او سيل ميديتد بوست سيلز. انما الثانيه رامت ايمونوجلوبولينز كده في سوائل الجسم، عشان كده يسموها هيومور. كل اميونيتي يا اولاد له وجه سيء. ففي نوع من الانتي بوديز وحش بتاع الالرجي، يعني في الخمس انواع بتاع الانتي بوديز اللي بتنتجهم البي ليمفوسايتس بعد تحولها الى بلازما سيلز، فيهم نوع بتاع الالرجي بيعمل الالرجي. حتى بقول عشان ما تنساهاش برضو في مزاح، الميونوجلوبولينز اي اخي، الاي اخي ده بتاع الالرجي. السيلولر اميونيتي برضو عندها حاجه وحشه اللي هو الديليد الرجيك رياكشنز. كل اميونيتي لها وجه سيء، تمام. تعال بقى معايا فصال الاجيال بطريقه جميله خالص. يبقى هيرتبط في ذهنك مع حيات ان البي واخد المهمة الاسهل وهي البكتيريا، البي مع البكتيريا، البي مع البي. بينما التي واخد المهام الاصعب. هتقولي ليه اصعب؟ هقول لك اللي محدش هيشرحهولك، لان تمييز السلف من نون سلف صعب. ليه؟ لان النون سلف شبه السلف، يسموها في الانجليزية هيستو كومباتابل، يعني موافق للانسجه. هيستو يعني انسجه، علم الانسجه هيستولوجي، كومباتبل يعني موافق. وده بص معايا اهي، فالتي وقت ضد مين؟ ضد التيومر سيلز او الكانسر سيلز، اللي هي كانت في يوم من الايام امبارح كانت سيل عاديه وتحورت الى تيومر سيل، ولازم في بدايه التحور قبل ما يحصل اختلاف ضخم تلقطها. ترانسبلانتد تيشو، الانسجه المزروعه. انت عندك كليه، بس جيب لك كليه مش بس بتاعت انسان، وانسان قريب الشبه جدا منك، يعني هيستو كومباتبل معاك. يبقى وعلى التي ليمفوسايتس انها تميز الكليه بتاعتك، ما تضربهاش من الكليه المزروعه برغم انها من انسان وشبيه ليك جدا. ترانسبلانتد تيشو. يبقى فهمت ليه دي خدت المهمه الاصعب، حيث السيلف يوافق النون سيلف، ودي هتفهمنا، يعني هنفهم بيها حاجات اللي هي يسموها هيستو كومباتبل. وخدت مهمه تاني صعبه، مش قلنا البي خدت البكتيريا؟ ما عدا اصعب بكتيريا قالت لا دي ما اقدرش عليها، دي ادوها للتي. التي دي الفصيله الاعلى مقاما، اللي هي التي بي، اصعب بكتيريا في الدنيا، اللي هي جرثومه السل. تي بي بيعملوا عندنا وفي كل حته في الدنيا حاجه اسمها اسبوع السل، اسبوع الضرر حتى يسموه. فخدت البكتيريا اللي هي التي بي، وفيروس اللي هو اصعب من بكتيريا، وفانجس. ادي مهام السيلولر. سؤال ام اس كيو مهم جدا، يبقى اوعى تنسى. يبقى البي ضد البكتيريا، ده سؤال ام اس كيو سهل، بي مع البي. اما التي خدت المهام الصعبه كلها بحرف التي، اللي فيها ليه صعبه؟ عشان السيلف ومشابه للنون سيلف، اللي هو تيومر ادي حول تي، تيشو ترانسبلانتس ادي تاني تي، تي بي ادي تالت تي، ومعاها فانجس وفيروس. وقلت كل واحدة لها عيب. طيب ده سؤال، نكمل بقى الانشين. علمتكم جابوا منين كلمة انشين؟ تقعد تحضر محاضرة ولاقي الزميل الفاضل ما بيقولش الطلبة يعني انشين، ليه سموه انشين؟
لان ماده يعني وجودها يستثير الجينيسيس اوف انتي بوديز. يبقى انتي بودي جينيسيس تخليق الانتي بوديز، عشان كده سموها انتيجين. ده سر التسميه. ألزو ان بعد كده فهمنا ان الانتيجين لا يستثير فقط تكوين الانتي بوديز بالبي ليمفوسايتس والهيومورال، انما يستثير كمان السيلولر سيلز ضد الانتيجين، انما ده اصل التسميه. بحب اقولها في عجاله لان ده بيجي سؤال برضو، ما هي اوصاف الانتيجين؟ تكتب لي جنبيها لس. الانتيجين في اربع اوصاف منه كانك بتوصف لس. اللس غريب فورينر، غالبا كبير، لو طفل دخل بيتك خطا مش هتفكر ان ده لس. هاي موليكولار ويت، غالبا بروتين او ميوكوبوليساكرايد، في الاغلب بروتين. اللس كما لا يشترك للصا في بصمات واحده لا يشترك تو انتيجين في ديتيرمينانت جروب. وعشان كده بنتكلم على سبيسيفيك اميونيتي، هي بتعرف الانتيجين منين؟ من البصمه اللي نسميها ايه، ديتيرمينانت جروب، يعني الـ 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 المجموعه المحدده اهي رسمها لك هنا. اهم نقطه في الام اس كيو بقى، لماذا سميها اللص؟ سموه ليه لص؟ عشان هو بيتلصص، بيبقى ماشي جنب الحيطه. فبرضو معظم الانتيجين اتاتش تو ذا سيل ممبرين، خلاص، ما عدا البكتيريا التوكسين. سؤال ام اس كيو، يبقى بماذا يتميز الانتيجين؟ ادي اربع مزايا هتجيبهم من انك الفسيولوجي كامل حكى انه لص. الانتيجين ده غريب، ده نون سيلف، ده لص غريب فورينر نمرة واحد، كبير هاي موليكولار ويت بروتين او ميكوبوليسكايد نمرة اثنين، لا يشترك مع اخوه في بصمة واحدة، عنده علامة مميزة اللي بتمكن نعرف نوع معين من التي او البي ضد ده بالذات، ديتيرمن جروب. لص لانه يتلصص يبقى اتاتش تو ذا سيل ممبرين. فين الخاصية الخامسة بقى؟ اهي اللي هي موضوعنا، انه لانه احنا بنتكلم عن سبيسيفيك اميونيتي استيميليت سبيسيفيك او اكوايرد اميونيتي. ده الاوصاف الخامسة. في سؤال مسكيو تاني، هل مفيش لص صغير؟ اه في، ده في الحياه في حاجه اسمها احداث. اللص الصغير عندنا بنسميه هابتن، حتى بقول على وزن كلمه كابتن، عارف لما يبقى مدرب كده ماسك عيل صغير ويقعد يقول له يا كابتن، هو عيل قد البقره كده، خلاص اسمه هابتن. يبقى ما هو الهابتن؟ هو انتيجين سمول ريكورويت. هل الدوله هتجري ورا الاطفال على اساسهم احداث؟ لا، لما يتعاونوا مع الكبار، يعني لما الهابتن يتحد مع احد بروتينات الجسم هو بقى اللي يوجه الاحداث دي، الدوله اللي هي الاميون سيستم تاخد موقف من ايه؟ من الاحداث اللي هو الهابتن واللي تشدد له اللي هو البادي بروتين اللي التحم معاه. يبقى الهابتن له موليكولار ويت، لما يتحد مع البادي بروتين يحصل اميون ريسبونس اهي فقط. واحسن مثال بنسلين اللي هو انتي بيوتيك. ده الانتيجين. سؤال بيجي، طيب قلنا يا اولاد ايه الفرق الاساسي؟ ليه قلت فصيله التي ارقى من فصيله البي؟ لانها دي اللي منوطه بانها مش بانتيجين مشابهه للجسم، فيها النون سيلف ومشابه للسيلف، يبقى لازم في خليه تعاونها على التعرف والتمييز بين السيلف والنون سيلف، خلاص، اسمها انتيجين بريزنتنج سيلز. الخليه دي اللي بتساعد التي في التعرف على الانتيجين اللي هو النون سيلف اللي قريب الشبه جدا بالسيلف، اسمها الانتيجين بريزنتنج سيلز، السيلز اللي بتبريزنت الانتيجين. وحقيقه الامر اللي بنقوله هنا ان الانتيجين بريزنتنج سيلز بتبريزنت حاجتين مش حاجه واحده. اهم حته في الانتيجين اللي هي الديتيرمن جروب اللي بتميزه، يعني بتعمل ايه؟ بتاخد الانتيجين تعمل له، افتح ودنك بمليون جنيه الكلمه اللي جايه، بارشال دايجيشن، مش دايجيشن، هضم جزئي، تشيل كل حاجه لحد ما تبين الديتيرمن جروب اللي مشاور عليها بالليزر، يبقى ده النون سيلف، وتوري له السيلف، يعني السيلف مع النون سيلف عشان يعرف يميز ما بينهم برغم التقارب، يقدر يميز السيلف من النون سيلف. مين السيلف بقى؟ اقوله لك مين هو السيلف. فاكر لما قلنا في الانترودكشن هنقولها في اخر مره بكره باذن الله، كل خلايا الجسم اللي هم بالتريليانز في السيل ممبرين لابسه اشاره كده تقول ان انا تبع الجسم ده، يا اميون سيستم ما تهاجمنيش، انا بتاعكم، انا سيلف. الاشاره دي معموله من ايه؟ من كربوهيدرات وبروتين.
يعني جلايكوبروتين خلاص على السيل ميمبرين اسمها ميجر هيستو كومباتبل كومبلكس. ليه قالوا كومبلكس؟ لانها حاجتين بروتين وكربوهيدرات. ليه قالوا ميجر؟ لانها في معظم وليس كل خلايا الجسم فقط النيوكليتيد سيلز. وبعدين ميجر هيستو كومباتبل يعني تقول انا موافق الانسجه ما تضربنيش. يبقى كل اسم ليه حاجه ميجر هيستو كومباتبل كومبلكس. ميجر لانها في معظم خلايا الجسم مش كلها. هيستو كومباتبل تقول انا تبعكم انا 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 موافقه الانسجه ما تضربونيش. وكومبلكس لانها بروتين وكربوهيدرات. فالانشن بريزنتنج سيلز اللي هو انا بتصور ان انا هذا الشخص انا الانشن بريزنتنج سيلز بقول اتي بص عارف زي في البنوك ما يمكنش يعلموا الموظفين الجنيه المزيف من الجنيه الحقيقي ويوروا له مزيف بس لا يمكن لازم يوروا له الاثنين ويقولوا له خد بالك ازاي تعرف المزيف من الحقيقي. ده بالظبط اللي بتعمله الانشن بريزنتنج سيلز بيبريزنت حاجتين الانشن مين اهم حته في الانشن ديتيرمين جروب يبقى عشان تبينها هتعمل بارشال دايجيشن حد ما تبين وتقول له شايف دي قريبه الشبه جدا من السيلف بس ما هي السيلف يبقى لازم تعرض السيلف النون سيلف بعد ما عملت له بارشال دايجيشن والسيلف. السيلف مين اللي هي الشاره دي بقى اللي اسمها ميجر هيستو كومباتبل كومبلكس. فالانشن بريزنتنج سيلز لما تعرضها التي لينفوسايتس تقعد تبص لحد ما تعرف الفرق بينهم. الزعيم هو اللي هيبص ويبعت بقى الفرق عشان ما نضربش حاجه غلط. مين هم الانشن بريزنتنج سيلز؟ اشهر انشن بريزنتنج سيلز اسمها لانجر هاند سيلز في الجسم اللي هي دندريتك سيلز موجوده في الخلايا الليمفاويه. ما هو التي لينفوسايتس ليمف في الليمف نودز والسبلين دي اشهر واحد. انما البي لينفوسايتس ممكن تشتغل كانشن بريزنتنج سيلز ده تاني مثال. الماكروفاج ممكن تشتغل كانشن بريزنتنج سيلز بس اشهر انشن بريزنتنج سيلز هو اللانجر هاند سيلز. ده فقط في حاله مين يا اولاد؟ في حاله الفصيله تي اللي هي منوطه بمهام فيها النون سيلف يشابه السيلف تيومر. طب ما كانت في الاصل سيلز عاديه ترانسبلانتد تيشو حاجات مشابهه انما البي ما فيش كلام. هي البي هتغلب ما بين البكتيريا والبادي سيلز في وجه المقارنه؟ لا. عشان كده دايركت ريكوجنيشن للبي انما في تي ان دايركت هنشوفها دلوقتي حالا. ده كانت اللغه دي. نيجي اللي بعدها سبيسيفيك او اكوايرد اميونيتي. حبك تعرفها حب النظام قوي. هنا بنقولها في اربع خطوات الحقيقه. ان اول حاجه ديفلوبمنت بروسيسنج تجهيز بروسيسنج يعني التجهيز. وبعدين تاني حاجه بعد ما جهزناهم يعملوا ريكوجنيشن الانش عرفوا على الانش. وبعدين تالت حاجه ديفرنشيشن التي تتميز لانواع معينه من الخلايا والبي تتميز لانواع اخرى ديفرنشيشن عن تميز. وبعدين رابع نقطه كوميونيكيشن ازاي يتواصلوا مع بعض. يبقى اربع نقط كل واحده فيها سؤال ام اس كيو او عده اسئله. نيجي اول حاجه الديفلوبمنت او البروسيسنج. المكان والزمان. انت فكر معايا تفتكر الفصائل دي بتاعت الاميون سيستم نعدها بعد ما تتولد ولا من قبل ما تتولد؟ عشان اول ما تتولد هتواجه بلاوي طبعا من قبل. عشان كده البروسيسنج بيحدث وانت جنين في الفيتال لايف ويستمر شويه بس بداته في الفيتال لايف في الايرلي نيونيتال لايف. ده التايم الزمان. نيجي المكان فين بقى المدارس دي؟ التي اتعلمت في مدرسة الثايمس حتى عشان كده سموها تي. الثايمس ده نسيج لمفاوي في مقدمة الصدر اهو. صح شايف مدرسة الابحاث اول ما عملوها الالمان عملوها في طيور ادي الثايمس. اما البي اتعلمت في حتة اسمها البيرسا نسيج لمفاوي في الطير جنب المجمع. المجمع اللي هو بيجمع البول والبراز لان الطيور بتنزل بول والبراز مع بعض. طب احنا ما عندناش النظام ده فاحنا بدل البيرسا عندنا بيرسا اكويفالنت مكافئات البيرسا اللي هي الليفر والبومر. يبقى ده قلنا الزمان والمكان حاجات منطقيه. الزمان من قبل ما تتولد في الفيتال والنيونيتال لايف والمكان التي في الثايمس سؤال ام اس كيو
عشان كده سموها تي. والبي في البيرسة في الطيور او البيرسة اكويفالنت اللي هي الليفر والبون مارو في الانسان. طب الميكانيزم يعني ايه بروسيسنج؟ يعني عملنا فيهم ايه؟ مش احنا عاوزين نعمل سبيسيفيك اميونتي؟ حطينا فيهم في الممبرين بتاعهم سبيسيفيك ريسبتور لا يتداخل غير مع سبيسيفيك انجي لايك اي كي اند اي لوك، القفل والمفتاح. ادي الميكانيزم، حطينا سبيسيفيك ريسبتور في الممبرين ما يركبش فيه غير انجي معين ضد سبيسيفيك انجي. وده ازاي حصل سبيسيفيك يا اولاد؟ يبقى اتكلمنا في الديفلوبمنت في ثلاث نقط، ثلاثه ام اس كيو تبقى فاهم. نيجي ريكوجنيشن للي فهم انا شرحت ايه، لان انا مش جاي اقرا معاكم. البي مسؤوله عن الانشن بتاعها هو البكتيريا، هتلخبط بكتيريا مع بادي سيلز يبقى دايركت ريكوجنيشن، مش محتاجه واحد يوريها السيلف والنون سيلف انهم مش شبه بعض. انما التي ده لازم تتعرف على تيومر سيلز بجنبها نورمال سيلز، وتتعرف عليها للطالب ذكي امتى؟ مش بعد ما بقت تيومر سيلز، في بدايه التحور. تتعرف على كليه مزروعه برغم انها شبه جدا الكليه بتاعت حضرتك. فقلنا كان لازم يبقى التعرف ان دايركت. نجيب راجل خبير اللي هو هنا عندنا اسمه انتيجين بريزنتنج سيلز، يعرض حاجتين، يعرض السيلف والنون سيلف، الجنين السليم والجنين المزيف. الجنين المزيف اللي هو النون سيلف بعد ما يعمل بارشال دايجيشن ويبين الحته المهمه ديتيرمين جروب بارشال دايجيشن. والسليم قلنا اللي هو الشاره اللي على كل خلايا جسم السيلف اللي اسمها ميجر ريست كومباتبل كومبلكس. نيجي النقطه الثالثه ديفرنشيشن. البي بتتميز الى نوعين من الخلايا، بلازما سيلز دي اللي بتنتج الانتي بوديز. طب ليه البي الليمفوسايت ما بتنتجش انتي بوديز؟ لان الانتي بوديز دي اميونوجلوبولينز بروتين، ما تتعملش غير في الريبوزومز بتاعه الجرانيولار اندوبلازميك ريتيكولم، ده المكان الوحيد اللي بتصنع فيه البروتين في الجسم كله، الريبوزوم بتاعه الجرانيولار اندوبلازميك ريتيكولم. فالبي الليمفوسايتس ما عندهاش جرانيولار اندوبلازميك ريتيكولم، فكان لازم تتحور الى بلازما سيلز عندها ويل ديفلوب راف اندوبلازميك ريتيكولم تقدر تنتج الاميونوجلوبولينز اللي هم خمس انواع بكلمه ماجد ام اي جي اي دي. خلاص، وقلت بمعدل فائق. عارف البلازما سيلز معلكش ده بتنتج كام انتي بودي؟ افتح ودنك فقر المعلومات عام للزملاء الاصغر سن، 2000 انتي بوديز في الثانيه، سبحان الله. ثم تتحور الى ميموري سيلز اللي هي بتاعه المستقبل، تسجل عشان في السكند ريسبونس يبقى اسرع واقوى. اما التي بتتحور الى مجموعات من السيلز اللي هو الميموري سيلز بتاعت المستقبل، وفي السي دي 4 سيلز اللي هو التي هيلبر اللي هو الزعيم هنتكلم عليهم حالا، والسي دي 8 سيلز اللي هي السيتوتوكسيك اللي هي الجيش. هنشوف ايه الكلام ده حالا دلوقتي. ثم السي دي سيلز دي اللي هي الزعيم اللي هي بيسموها تي هيلبر، وعلى فكره دي بتساعد التي والبي، لان في نوعين من الهيلبر، هيلبر 1 يساعد التي اللي هو نفس فصيلته، طبعا ابتدي ال1 بفصيلته، الهيلبر 2 يساعد الفصيله الثانيه اللي هي البي. طب ازاي يتواصل؟ ازاي يديله المعلومات اللي خدها؟ بانترنت. الانترنت ما بين اللوكوسايتس يسموه ايه؟ انترلوكن، قلنا. فالهيلبر 1 بتتواصل مع الجيش بتاعها بانترلوكن 2، والهيلبر 2 بتتواصل مع البي ليمفوسايتس بانترلوكين 4. حتى عارف هتحفظها ازاي؟ كل واحده وضعفها. الهيلبر 1 بانترلوكين 2 والهيلبر 2 بانترلوكين 4 وان كان معاهم 5 و6، يبقى 1 ب 2 و 2 ب 4 و 5 و6. ده ازاي يتواصل؟ طيب ناخد اللي بعدها. ناخد الاول بقى ايه يا اولاد؟ الانتي بودز. قلنا البي بتتحور الى بلازما سيلز عشان يبقى عندها رف اندوبلازميك ريتيكولم وتنتج انتي بودز. كم نوع؟ 5، يا ماجد يا جامد، خدها زي ما انت عاوز. اهم اثنين بيجوا في الام اس كيو، احنا بنشرح ام اس كيو ما تنساش، الجي والام. الجي ده مونومير، قطعه واحده بس، اهي القطعه، تعالى افرجك عليها. الجي
كل قطعة بتتكون من 4 peptide chains، 4 peptide chains، 2 حمر قصيرين light يعني خفاف or short قصيرين وخفاف، واثنين اهم باللون الاسود long or heavy تقال. طيب اي انتي بادي بينقسم لقسمين، الجزء اللي فوق ده اللي بيتعامل مع الانش، ده اللي بيمسك الانش، عشان كده بيسموه معلكش الكلام ده فاب، fragment for antigen binding، يمسك الانش، هو بيمسكه ما بين اللونج والشورت، يبقى يمسك ما بين دول واحده ودي انش تاني اللي هو ده اللي انا رسمه. يبقى اذا هو ده سؤال ام اس كيو، تبقى دايفيلنت، يبقى ما يبقى مونومير يمسك اتنين يبقى دايفيلنت اللي هو الاميونوجلوبين جي. اما الجزء اللي تحت ده نون سبيسيفيك كونستنت فراجمنت بيتعامل مع الكومبلمنت. فاكر لما كنا قلنا الانتي بودي يمسك الانشين ويجي الكومبلمنت يفجر الانشين بالايه بالانتي بودي، فيسموه كونستنت فراجمنت. ده تركيبه. نرجع تاني، اميونوجلوبين جي ده مونومير يا اولاد، مونومير يعني قطعه واحده. دي تديني معلومات بقى. طب كونيه قطعه واحده، خد بالك بقى الطالب الذكي، يبقى عنده اللويست موليكولار ويت، يعني اصغر موليكولار ويت لانه قطعه واحده. لان الام ده مثلا بنتامير خمس قطع اهو، شايف ده قطعه واحده او بيشاور عليها بالليزر، انما ده خمس قطع، فده قطعه واحده يبقى اللويست موليكولار ويت. وعليه الطالب الذكي ادم صغير يبقى كان كروس ذا بلاسينتا، يعدي البلاسينتا. وعليه الطالب ذكي، ايه الميزه، ايه الميزه انه يعدي البلاسينتا؟ يعني من الام للجنين، ان كل ام هتدي كل جنين شويه انتي بوديز اميونوجلوبولينز ايه جي اسف ببلاش، يبقى مسؤول عن الباسيف اميونيتي، الاميونيتي ببلاش. يبقى ده سؤال ام اس كيو، الباسيف اميونيتي انهي نوع من الاميونوجلوبولينز؟ اميونوجلوبولين جي ده بتاع الباسيف اميونيتي. لكن ساعات الموضوع ده يبقى نقمه يا اولاد، لو الام ار اتش نيجاتيف هنقولها، بس ركز بقى دي مراجعه ام سي يو، سنسيتايزد يعني عندها انتي بوديز ضد الار اتش بوزيتيف، مش تقول ار اتش نيجاتيف بس، لان نورمالي الار اتش نيجاتيف ما عندوش انتي بوديز، لا هي بس تبقى نيجاتيف وتم اثارتها فكونت انتي بوديز، فيسموها ايه ار اتش نيجاتيف سنسيتايزد، وحملت في بيبي بوزيتيف الانتي بوديز تعدت كسر قوات الدم من اي نوع الجي، يعني زي ما فيها نعمه اللي هي الباسيف اميونتي فيها نقمه اللي هي الار اتش انتي بودز من هذا النوع. كل ده سؤال ام اس كيو، كل واحده سؤال، بس بحب اضيف من عندي انه وراء الخلق خالق. النعمه تشمل كل الاجنه بياخدوا باسيف اميونتي، والنقمه تخص، عارف نسبه الار اتش انكمبتابيلتي كام؟ دي الزملاء الاصغر سنا ما يعرفوهاش، 1 لـ250، يبقى 250 جنين هيستفادوا باسيف اميونتي بالاميونوجلوبين جي، واحد بس هيضار لان الار اتش انتي بوديز من الجي تايب هيحصل له ار اتش انكومبتابيلتي. وطبعا ليه بنقول الجي اهم واحد؟ بسميه الجيش، ده الهايس كونسنتريشن 80%، 80%. طيب نيجي الام، هما سموه ام ليه؟ عشان ماكرو كبير، لانه خمس قطع بنتامير، القطعه بتمسك اثنين، يبقى عنده 10 binding sites. ده سؤال ام اس كيو، ادام خمس قطع وكل قطعه بتمسك اثنين يبقى 10. لطالب ذكي ياخد من دي اللي بعدها، طب كونه بنتامير يبقى عنده الهايست موليكولار ويت، اكبر واحد فيهم. يبقى الطالب ذكي يستنتج منها دم كبير قوي يبقى ما يعديش البلاسينتا. طب يستنتج اللي بعدها، ليه اختلاف الام عن الجنين في الاي بي او سيستم ما فيش فيه ضرر؟ ليه لما الام تبقى بلاك جروب ايه والجنين بي الانتي بوديز مختلفه ما بيتاثرش؟ لان الانتي بوديز من الام تايب اللي هو بنتامير اللي هو كبير اللي ما بيعديش البلاسينتا. اسئله ام اس كيو. اهم سؤال بقى في الام اس كيو، لما بيهاجمنا بكتيريا تفتكر نبتدي بالام ولا نبتدي بالجي؟ فكر معايا. الفيسيولوجي كما الحياه، الحروب بتبتدي بالقوات الخاصه، تعمل حاجة اسمها تجهيز لمسرح العمليات زي ما حصل في حرب 6 اكتوبر، نزلوا قبل ساعة الصفر يدمروا الرادارات، يعملوا لخبطة في العدو بحيث لما الجيش يعدي ما يحصلش خسائر، فده الفكر. فعندنا الآتي، فالام مسؤولة عن البرايمري ريسبونس، القوات الخاصة بسميها الام، المارينز، انا عارف مارينز يعني بحرية بس عشان اقولها، يبقى نبتدي دي البرايمري ريسبونس،
وبعدين بعد كده ينزل الجيش، يبقى الجيش ده السكند ريسبونس. سؤال ام اس كيو بس بمنطق الحياه. طيب ده انا اقولها لك بطريقه ثانيه. لو انا عندي انفكشن قديم وبعدين حصل اكزيربيشن يعني عل عليا، هل ده الانفكشن القديم حصل فيه اعتلال ولا ده انفكشن جديد؟ بيعرفوها ازاي في الطب؟ هل هو ده القديم حصل له اكزيربيشن ولا حاجه جديده؟ بيقيسوا الاميونوجلوبولينز في الدم، ده بنجيبها سؤال هنا. لو لقينا الاميونوجلوبولينز اللي زايده في الدم هي الام، يبقى ده جديد، ده برايمري ريسبونس، ده ريسنت انفكشن. لكن لو لقينا اللي زايده هي الجي، يبقى ده القديم القديم حصل له اكزيربيشن، يبقى اولد انفكشن. يبقى شوف التطبيق، يبقى بنبتدي بالام وننتهي بالجي في اي انفكشن. خلاص الام تبتدي بعد 8 ايام اهي، والجي تكمل سكند ريسبونس. يبقى انت ازاي نعرف الريسم من الاولد؟ ده كلام مهم قوي قوي. طب نيجي بقى، اوعى تنسى قلت لك الجمل دي مهمه قوي. الاميونوجلوبولين جي كان بيشتغل كاوبسينين مع الكومبلمنت، تمام؟ وقلنا ان الجي والام بياكتيفيت الكومبلمنت، مش قلنا الكلاسيكال واي ان الكومبلمنت يبقى اكتيفيتد بانشين انتي بودي رياكشن؟ فهم الاثنين جي والام ياكتيفيت الكومبلمنت. طب مين مع الكومبلمنت بيحلي الحاجه اللي ماتت؟ الاميونوجلوبين جي. يبقى الاوبسين خدناه كومبلمنت والاميونوجلوبين جي، انما مين ياكتيفيت الكومبلمنت؟ الاثنين. اسئله مش مهمه جدا، غير طبعا دي ما بتجيش كتير، ان الانتي اي طبعا الاميونوجلوبين جي ده ضد البكتيريا والفيروس والتوكسينز. نيجي التلاته التانيين اقل اهميه. قلت يا اولاد في بكتيريا يعني عامله روحها ذكيه، بتحط على السطوح تعمل سوبرفيشال انفكشن على الميوكوس ممبرين على السكين. ليه ما رضيتش تدخل في السوائل الجسم؟ قالت لك يا عمي السوائل بتموج بالجي والام، هيبتدوا بالام يدونا على قفانا البرايمري ريسبونس قوات الخاصه، لان الواحد بخمسه، الواحد بخمسه بنتامير، وبعدين يسالوا بالاكتر اللي هو الجي المونومير اللي عندهم منه 80% ينهوا علينا السكند ريسبونس. لا يا عم انا مش هدخل في السوائل، انا هعمل التهابات سطحيه سوبرفيشال انفكشن عند الميوكاس ليفل مثلا. الاميون سيستم ذكي، حضرتك مش عاوزه تدخل لنا؟ لا احنا هنطلع لك. عندها انتي بوديز بقى يسيب السوائل ويطلع، عشان كده سموه سكريتوري اميونوجلوبولينز. بيبقى سكريتد في التيرز، في الدموع، في السلايفا، في الميلك، ومسؤول عن ايه بقى؟ الاميونيتي اجينست سوبرفيشال انفكشن. خلاص؟ في الميوكوزا ليفل اجينست فيروس سوبرفيشال انفكشن. يبقى الكلمتين المهمين فين؟ الايه جرى ايه؟ اللي مش هيدخل وهيقعد على السطوح مش راضي ينزل في سوائل الجسم هنطلع له. يبقى سكريتوري اميونوجلوبولينز مسؤول عن الاميونيتي اجينست سوبرفيشال انفكشن. في منه قطعه او قطعتين او ثلاثه، ده مش مهم قوي، مونو اور داي اور بريتاتي. بس انت خد بالك القطعه بترياكت مع اثنين تبقى داي فيلنت، اللي قلنا الام البنتا خمسه ترياكت مع 10. قلنا الاي، فاكر يا اولاد قلنا الاي اخيده بتاع الالرجي، بس تعالى افهمها لك. مين الماده بتاعت الالرجي؟ هيستامين. موجوده فين؟ قلناها في البيزوفيليك سيلز في الدم والماسلز في التيشو. الاميونوجلوبولينز اي بقى موجود على سطح الماست والبيزوفيليك سيلز. ولا يطبق المثل، بقولها كده عشان تفهم، اذا كان البيت من زجاج لا تقذف الناس بالحجاره. حضرتك اهو موجود، حضرتك كلت اكله ما عجبتوش، خدت عقار ما عجبتوش، يشتبك معاه طخ بوم بوم طخ، انفجر الماست والبيزوفيليك سيلز وطلع الهستامين عمل لك الرجي. يبقى انت اتعلمت دلوقتي مين الانتي بودي بتاع الالرجي؟ الميونوجلوبولينز اي. خلاص؟ اللي بيرتكن على انهي خلايا؟ مين الخلايا بتاعت الالرجي؟ الماست والبيزوفيليك سيلز. مين الماده بتاعت الالرجي في النهايه بقى اللي بتطلع تعمل الالرجي؟ عشان كده بندي ضد انتي هيستامين الهستامين. يبقى ثلاث معلومات في الام اس كيو، الانتي بودي بتاع الالرجي الميونوجلوبولينز اي، الخلايا بتاعت الالرجي ماست والبيزوفيليك سيلز، الماده اللي هي الهستامين. لكنه مش معقول ربنا عامله على حاجه وحشه بقى برضه الرجي بس زي الايسينوفيليك سيلز من البارازايتس كمان. حتى بحفظها بطريقه حلوه، الايسينوفيليك سيلز بحرف الاي زي الايمينوجلوبولينز اي في الالرجي والبارازايتس. لما قلت لك فاكر الايسينوفيل لما تزيد يبقى عندك بارازايتس عندك الرجي.
ومثلها الايمونوجلوبينز اي. افتكرها الاي والايسينوفيليك سيلز. انزل هنا السيلز مش ايسينوفيليك ما تلخبطش، هنا ماست وبيزوفيليك سيلز. نيجي اخر واحد ايمونوجلوبينز دي. مش قلنا البي ليمفوسايتس بتشتغل كانشين بريزنتنج سيلز؟ من ضمن الحاجات مين اللي بيساعدها؟ الدي انتي بوديز، فبسميها الدي في خدمه البي ليمفوسايتس، بيساعدها في الانتيجين ريكوجنيشن. واخر اتنين دول مونومير. يبقى في عندنا ثلاثة مونومير، اول واحد ايمونوجلوبين جي والاي والدي كلهم مونوميرز. طب مين اكبر واحد؟ الام، اللي يسموها ام ماكرو، ده بنتامير. الايه جرى ايه ده؟ ممكن واحد اتنين ثلاثة. هذه القصة بقولها بقى بجملة واحدة حفظتها لأجيال. الام مارينز قوات خاصة برايمري ريسبونس، والجي جيش سكندري ريسبونس، والايه جرى ايه؟ اللي مش هينزل لنا هنطلع له سيكريتوري ايمونوجلوبينز في السطوع سوبرفيشال انفكشن، والاي اخي بتاع الالرجي وزي الايزنوفيل ليه فايده في البارازايتس، والدي في خدمه البي بتساعدها في الانتيجين ريكوجنيشن. حلو كده يا اولاد؟ حلو. يبقى الام مارينز برايمري ريسبونس قوات خاصه تجهيز مصدر عمليات، تبتدي بالام في الريسنت انفكشن، والجي جيش سكند ريسبونس اولد انفكشن، والايه جرى ايه؟ اللي مش هينزل هنطلع له سكريتوري ايمونوجلوبينز للسطوع سوبرفيشال انفكشن، والاي اخي الرجي وزي الايسينوفيليك مهم في البارازايتس، والدي في خدمه البي بيساعدها في الانشن ريكوجنيشن، لان من ضمن الانشن بريزنتنج سيلز قلنا اهم واحده كانت لانجر هانز اللي هي الدندريتك سيلز، لكن كان في البي ليمفوسايتس والماكروفيج. طيب تقل بقى ال تي. تي فيها نوعين مهمين قوي، الزعيم اللي هو السي دي 8 والجيش اللي هو السي دي 4 والجيش اللي هو يسموه هيلبر، ده الزعيم اللي بيساعد، وبعدين السي دي 8 اللي هي التي سايتوتوكسيك. الاول عاوز افهمكم يا اولاد هما ليه، يعني ايه سي دي دي في اللغه؟ سي دي يعني كلاستر ديفرنشيشن. احنا بنعرف ازاي ان دي هيلبر ولا سايتوتوكسيك؟ بنشوف التجميعه، لو التجميعه اللي فوق الخليه اللي فوق في اربعه اهي، استنى لما امسك الليزر بس استخدم الاتين بقى دلوقتي اهي. لو التجميعه فيها اربعه نسميها سي دي 4، لو التجميعه 8 هم اربعه واربعه يبقوا 8 نسميها سي دي 8. كلاستر يعني تجميع، ديفرنشيشن يعني تساعد في التمييز. يبقى فسموا الهيلبر بتاع بنعرفها ازاي سي دي 4، وسموا السيتوتوكسيك اللي هي بتموت الخلايا اسمها سي دي 8، بنشوفها من الكلاستر. طبعا ربنا مش حاطط الكلاستر ده عشان خاطر يساعدنا احنا في التعرف مين هيلبر ومين سيتوكسيك، هو بيساعدها هي كمان في التعرف على الانشن. يعني ليه وظيفتين، وظيفة فيسيولوجية انه بيساعد الخلية في التعرف على الانشن، وظيفة لينا احنا كلينيكية يساعدنا احنا نعرف مين الهيلبر من مين السيتوتوكسيك من الكلاستر اللي فيها من التجميعة. يبقى الكلاستر بيعمل ديفرنشيشن، التمييز عن طريق الكلاستر، فسموه كلاستر ديفرنشيشن. سي دي 4 تبقى ده الهيلبر، ودي نوعين 1 و2. ال1 تساعد فصيلتها اللي هي التي طبعا جوح اولى بلحم طوره، اما التو تساعد البي في انتاج الانتي بوديز تحول البلازما سيلز، اما السي دي 8 فهي دي السيتوتوكسيك. طيب خد بالك بقى هنا، عاوز ترجع لمحاضراتنا، انا فسرت ليه الزعيم هو المور نيومرس، لان دي حاجه بتلخبط، المفروض الزعماء يبقوا اقل، لكن ارجع لمحاضراتنا ليه هم المور نيومرس. وظيفتها حاجتين، تريكوجنايز الانشن، هي دي الاساسه اللي بتعرف السيلف من نون سيلف الانشن، وبعدين الهيلبر 1 ستيميليت التي والهيلبر 2 ستيميليت البي، ادي سي دي 4. اما السيتوتوكسيك دي بقى الجيش، دي الدايركت اتاك اوف سيلز، دي بتهاجم الخلايا بقى اللي عموتها بنفس طريقه الكومبلمنت يا اولاد، بتخرمها بيرفورين اللي هو البور فورمينج موليكيول، وطبعا تخرمت الانشن يحصل له لايسس. ومهمه في حالات ايه قلناها بقى، فاكر التي كان كلها بحرف التي، 3 تي اهو، التي بي ومع الفيروس والفنجس تبقى حافظهم صم، التيومر سيلز اللي هي الكانسر سيلز
والتيشو ريجكشن او التيشو ترانسبلانتيشن. وبرده لها وجه سيء اللي هو الديلايد الرجيك رياكشن، زي ما هناك كان الاي اخ، هنا في ديلايد الرجيك رياكشن. طبعا في نوع رابع، يعني في عندنا ادي نوعين اهو، سي دي 4 وسي دي 8. في ميموري تي سيلز في المعركه اللي جايه بعد كده، في ميموري طبعا. وفي نوع رابع اسمه سبريسور، بسميه الشرطه العسكريه، يعني شرطه ضد الجيش، عشان لو حد في الجيش اتجنن وهيضرب السيلف يعمل اوتو اميون ديزيز توقفه، اسمها سبريسور تي ليمفوسايتس. يعني تي ليمفوسايتس اربع انواع، اهم نوعين بيجوا في الام اس كيو اللي هم ركز فيهم السي دي 4 والسي دي 8. طب وبتاع الحاضر، بتاع المستقبل اسف، دول بتوع الحاضر اللي هو الميموري سيلز، وبعدين في السبريسور سيلز تمنع الاوتو اميون. طيب لا تنسى يا اولاد، بس عاوز اقول لكم حته صغيره، ان الايدز بيضرب الجسم في مقتل لانه بيضرب الهيلبر. خلاص الايدز، مرض الايدز اللي هو الاميون ديفيشنسي سندروم، خلاص ده بيضرب الهيلبر. انا احب تبقوا عارفين المعلومه دي، معلومه مهمه اهي، تعال نشوفها. الاكوايرد اميون ديفيشنسي سندروم اهي، الايدز سببه هيومن اميونو ديفيشنسي فيروس، ده بيضرب السي دي 4 اللي هي الهيلبر. يبقى خلاص ضرب الاميونتي في مقتل، لان الهيلبر دي بتساعد التي وتساعد البي، يبقى ضربهم الاثنين. يبقى اي بقى بكتيريا تافهه تقضي عليك ويجي لك كانسر، احتمال الكانسر زيد جدا، مين بقى هيشيل الكانسر سيلز؟ مفيش. وايفن بتموت بالبكتيريا النافعه اللي انت عامل معاها معاهده جوه جسمك، نون باثوجينيك، جحا اولى بلحم طوره بقى، لما تلاقي مفيش اميون سيستم هي اولى بيك بقى من البكتيريا اللي بره، تموت من انفكشن او من كانسر. الاوتو اميون ديزيز قلنا بيبقى انتي باديز اجينست السيلف، عشان كده سموها اوتو اميون اجينست البادي تيشو، يوجوالي في الاولد ايج. وقلت السبب مش عليك قوي طبعا، العيب فيكم يا في حبايبكم، يا اما السيلف اتغير حصل فيه ميوتيشن، يا اما خلايا الاميون سيستم اتجننت مش عارفه تتعرف على السيلف من نون سيلف، فيلير اوف ريكوجنيشن. العيب هنا في الاميون سيستم، او السيلف اتغير حصل له ميوتيشن، ده بيحصل مع الاولد ايج، عشان كده الامراض دي اكتر مع الاولد ايج. امثله ليها ايه؟ قلنا المايثينيا جريفيس، فاكر كان في انتي باديز اجينست الاسيتايل كولين ريسبتور، نيكوتينيك ريسبتور اللي في سكيت المصري. وفي حاجه تاني اللي هو تايب 1 دايابيتس اللي هو الانسولين ديبندنت دايابيتس اللي بيجي في العيال الصغيره، انتي باديز اجينست البيتا سيلز اوف بانكرياس. تبقى عارف الكلام ده. ازاي بقى نمنع التيشو ريجكشن؟ يعني افرض عاوز تزرع نسيج وما يحصلوش ريجكشن، كيليا كابيتا، الاول لازم تجيب حاجه قريبه من الجسم جدا، تعمل تيشو ماتشنج، يعني يبقى الانتيجين بتاعت حضرتك مشابهه للنسيج المزروع. اول حاجه بنشوفها لازم تبقوا متفقين في البلاك جروبس، وبعدين ندور بعد كده في التيشو بقى. طب مين اللي هيلفظ النسيج؟ التي سيلز. يبقى يا اما نقللها بالكورتيزول، يا اما نموتها بالاراديشن، توتال ليمفويد تيشو اراديشن، او ندي انتي باديز يموت التي ليمفوسايتس. يعني نقللها بالكورتيزول ونقتلها بالاراديشن يبقى انتي باديز عشان ما تلفظش. طب واحد يقول لي بس كده المناعه هتقل. اه طبعا. اقول لك حاجه، اللي مزروع له انسجه ومقللين له الاميون سيستم عشان ما يحصلش لفظ، نسبه اصابته بالكانسر بتزيد 60 مره. انت مقلل الاميون سيستم. ده الاميونتي. ناخد بقى الجزء الاسهل في القصه بتاعتنا، وهي البلاد جروبس والبلاد ترانسفيوجن. دي عاوزين نقولها في عجاله يا اولاد، مش عجاله قوي يعني، هنقول الاسئله مظبوط زي الفل ما تقلقش. بلاد جروبس، اول سؤال في الام اس كيو، احنا عارفين انه الار بي سيز بيبقى فيها انتيجين، هيسالك في الام اس كيو موجود فين؟ ما احنا قلنا اللص يتلصص على السيل ممبر بتاع الار بي سيز، يبقى الانتيجين او الاجليوتينوجين، ده سؤال ام اس كيو، بيبقى attached to the red blood cell membrane اهو. اديني مش هقول لك عليه. وفي البلازما انتي بودز. فطيب يبقى تاني سؤال، انت بتقسم حسب الانتيجين اللي في الار بي سيز اللي هو الاجلوتينوجين، ولا حسب الانتي بودي الاجلوتينين اللي في البلازما؟ ده تاني سؤال. الكلاسيفيكيشن according to the RBC's antigens.
يبقى الانشيم فين؟ على السيل ممبر بتاع الار بي سيز، وهو ده اللي على اساسه بنقسم. تاني سؤال، مين اهم تقسيمات؟ الاي بي او سيستم والار اتش سيستم. طبعا في تقسيمات كتيره جدا بس دول اهم اثنين، الاي بي او والار اتش. وقلنا لو انت عندك اي انتيجين عشان ما تكسرش روحك بيبقى البلازما فيها انتي بي، لو انت بي يبقى فيها انتي اي. طب لو انت عندك اي وبي يبقى البلازما ما فيهاش حاجه خالص. طب لو انت او ما عندكش حاجه في الار بي سيز يبقى ما فيش مشاكل ان يبقى عندك انتي اي وانتي بي. السؤال الرابع، مين اليونيفرسال دونر؟ الاو. مين اليونيفرسال ريسيبيان؟ الاي بي. وقلت تامل خاص، برغم ان الاو ريسيسيف كان مفروض يبقى قليل لو الطبيعه هي اللي بتخلق، لانه صفه متنحيه، اكتر ناس في الدنيا الاو 45% لانهم اكثرهم نفعا البشرية. وقلت في تامل خاص يعني ربنا كسر القانون الطبيعي ان الريسيسيف يبقى قليل لصالح البشر، مش ربنا سخر كل حاجه لصالح البشر؟ وادي مثال اهو، ادي مثال اهو، الاو متنحي ومع ذلك هم اكثر ناس في الدنيا 45% لانهم اكثر نفعا للبشر. وليؤكد المثال ربنا الاي بي يونيفرسال ريسيبيان، سؤال ام اس كيو. طيب يعني ده منتهى الانانيه، ده بياخد من كل الناس وما يديش غير واحد زيه، يبقى اقلهم نفعا للبشر. فبرغم ان الاي والبي كو دوميننت، حتى يسموا الاي دوميننت والبي دوميننت، يسموه طب لما يبقوا مع بعض الاثنين بيبانوا يسموهم كو دوميننت. لو بقى الطبيعه اللي بتخلق يا اولاد كان يبقوا كتار، لان هو دي الصفه السائده. لا، هم اقل الناس لانهم اقلهم نفعا 5%. شوف العظمه الالهيه. طيب نيجي بقى الار اتش، اكتشفوها في فصيله اسمها الريسس مونكي، فصيله من القرود اسمها ريسس مونكي، كلهم بوزيتيف على فكره القرود، دي معلومه فقره معلومات عامه، القرود كلهم 100% منهم بوزيتيف. لو انت عندك زي القرد دي كابيتال انتيجين فانت ار اتش بوزيتيف، زيك زي القرد، بوزيتيف زي القرد. لو انت ما عندكش دي كابيتال انتيجين وبدلها يبقى عندك دي لوور كيس اللي هي سمول ليتر، يبقى انت ار اتش نيجاتيف. تمام؟ طب الواحد بياخد بيرث جين من ابوه وجين من امه، فممكن تاخد دي كابيتال من ابوك ودي كابيتال من امك، في الحاله دي انت بوزيتيف. حتى لو خدت من واحده كابيتال وواحد دي سمول برضه انت بوزيتيف. امتى تبقى نيجاتيف؟ لو خدت من الاثنين دي لوور كيس اللي هو دي سمول لتر تبقى نيجاتيف. وعليه بالحسبه كده يبقى في احتمالين او احتمالان اخذ على كونهما بوزيتيف، واحتمال واحد اخذ على كونه نيجاتيف. يبقى متصور عدد البوزيتيف يبقى ايه؟ يبقى اكتر في الدنيا. خلاص؟ في يوروب وفي نورث امريكا 85%. ارجع لمحاضراتنا، ده انا قايل الدول التفصيليه. عندنا احنا في الشرق الاوسط وفي افريقيا 99% بوزيتيف و1% نيجاتيف. يعني النسبه 85 و15 دي لا، وقلت دي تامل خاص. لان قلت يا اولاد لا يضار غير الشخص النيجاتيف بهذا الموضوع، لو انت بوزيتيف الموضوع ده لا يعنيك غير انك تدرسه بس، لكن لن تضار بسببه على الاطلاق، البوزيتيف لا يضار، الضرر للنيجاتيف. فعشان كده ربنا كعادة الخلق والخالق سبحان الله خلى عدد البوزيتيف في الدنيا اكتر. 85 في يوروب وامريكا و15 نيجاتيف. طب والشعوب اللي عندها العنايه الطبيه اقل، شوف في قوه عاقله وراء الخلق. ربنا خلى نسبه البوزيتيف اللي هو ما فهمش ضرر اكتر 99%، يبقى معناها ربنا مش اي نسب. بيتحرى الموقف. واقول لك الاعظم منها، حتى الكائنات اللي هي مش انسان ربنا رحيم بيها، القرود. لو قرد حصل له مشكله في الغابه مفيش قرد هيعمل دكتور ويحلها له، خلاهم كلهم بوزيتيف. ايه الروعه دي؟ ايه العظمه دي؟ الارقام تثبت انه وراء الخلق خالق، سواء في الاي بي يو مين اليونيفرسال دونر ومين اليونيفرسال ريسيبيان، وفي الار اتش البوزيتيف والنيجاتيف، البوزيتيف ما عندوش مشكله. فربنا خلى القرود 100% بوزيتيف. مين هيحل له مشكله؟ الشعوب اللي هي العنايه الطبيه اقل 99% بوزيتيف. اللي عندها عنايه طبيه فائقه ممكن يتصرفوا 85% بوزيتيف. المعلومه السادسه،
ان لو انت ار اتش نيجاتيف اللي هو بيحصل مع المشاكل عشان ناجل مشاكل عظمه الهيه اخرى بتتولد ما عندكش انتي دي كابيتال، برغم ان لو عندك انتي دي كابيتال مش هتاثر فيك، مش هتاثر فيك لان انت مش دي كابيتال. لكن هتفهم ليه ربنا بيدي فرصه للام انها يبقى عندها بيبي واحد على الاقل زي الفل. دي معلومه مهمه جدا. يبقى ريجاردنج الاي بي او سيستم بتتولد عندك الانتي بوديز. ليه؟ لان الانتي بوديز ما بتعديش البلاسينتا، ما فيش مشكله ان يبقى عندك انتي بوديز. انما هنا الار اتش انتي بوديز بتعدي البلاسينتا وممكن تؤذي الجنين، فربنا خلى النيجاتيف تو ستارت ويز يتولد ما عندوش انتي دي كابتل، ويكون انتي دي كابتل لو عملت له سنسيتايزيشن، لو اثرته ووريت له كرات دم بوستر هيكون انتي دي كابتل، لكن من غير ما توريها له ما عندوش. هذه سبب رابع يدل على انه وراء الخلق قوة عاقلة نسميها الله. الصفحة او اللوحة ما قبل الاخيرة. ايه اهمية الاي بي او سيستم؟ وايه اهمية الار اتش سيستم؟ طبعا اهميه الاي بي او سيستم في البلاد ترانسفيوجن، مش هنقول لك دم لما يبقى البلاد ترانسفيوجن متظبط. المعلومات قلنا الاي بي يونيفرسال ريسيبيانت والاو يونيفرسال دون، عشان كده ده 45% المفيد وده 5%. نقطه بقى اللي ما انتش واخد بالك منها، لو انا نقلت لك او اهو يعني نقله شكلها صح الصح ريسيبيانت اي بي يونيفرسال ريسيبيانت بياخد دم من او يونيفرسال دونر. السؤال الاو عنده انتي اي وانتي بي. السؤال طب ليه الانتي اي والانتي بي ما يحطموش الاي بي؟ بص الرسمه كويس، الاو عنده انتي اي وانتي بي، طب ليه ما يحطموش الاي بي؟ الاجابه في الرسمه لو عندك دقه، ان الريسيبيانت عنده دم كتير اهو مربع كبير، بينما الدونر بيدي نص لتر بس كميه صغيره، فاللي بيحصل ان الانتي اي والانتي بي دي بتتخفف في البلازما بتاعه الريسيبيانت، فتاثيرها مش يقل. يا اولاد علمتها لكم، ارجع لمحاضراتي، ينعدم. يعني انت الانتي بادي عشان ياثر لازم يطلع فوق تتر، يعني كونسنتريشن معين، تحت هذا الكونسنتريشن ما ياثرش خالص. فمش يبقى تاثيره قليل، مش لما يبقى قليل تاثيره قليل، تاثيره منعدم. فاللي بيحصل لما تاخد كميه صغيره مش هتاثر لانها تتخفف. عشان كده اعتبرنا الاي بي يونيفرسال ريسيبيان والاو يونيفرسال دونر. ده على اساس ايه؟ على اساس انك بتنقل له كميه صغيره فالانتي اي والانتي بي يتخففوا. انما لو حضرتك نقلت كمية كبيرة، اهي شايف الرسمة دي؟ اهي كمية كبيرة، يبقى في الحالة دي اهو الدونر بيدي كمية كبيرة للريسيبيانتس، يبقى الانتي اي والانتي اي هيحطموا الاي بي. يبقى معلومة للأوائل، يبقى ان كيس اوف لارج فوليوم ترانسفيوجن لما تنقل دم كتير the AB is no more universal recipient and the O is no more universal donor. يبقى حكاية الـ AB universal recipient والاو يونيفرسال دونر ده اونلي ان سمول فوليوم ترانسفيوجن، لما تنقل دم قليل في السمول فوليوم بس، ده للاوائل. وفهمت ليه اونلي ان سمول فوليوم ترانسفيوجن ينفع الكلام ده؟ طب افرض لارج فوليوم، لا كل واحد ياخد اتس اون جروب، جروب بتاعته ده، حتى في سب جروب، يعني الاي بينقسم لاي 1 وA2 والA B A1B وA2B، كل واحد ياخد الجروب بتاعته. حكاية بقى universal donor universal recipient للدكاترة اللي فاهمة، ده only in small volume transfusion شرحتها. تاني أهمية في الA B O system في disputed parenthood، الأبوة المدعاة، أنتوا حافظين أحسن مني، هل هي تنفي ولا تثبت؟ تنفي ولا تثبت؟ سؤال في MCQ. كل واحد بياخد جين من ابوه وجين من امه على حسبهما يتحدد البلاك جروب. الجينات اللي خدتها نسميها جينوتايب، ما انت عليه البلاك جروب بتاعك نسميه فينوتايب. اجيب ان اكزامبل،
حضرتك خدت من الاب A ومن الام A او من واحد A والام O. خد بالك ايه القاعدة؟ القاعدة ان الاو ريسيسيف، الاي والبي كو دومينانت. يبقى في الحالة دي الاثنين A او واحد A وواحد O اطلع بلاك جروب A. يبقى ما يسألك واتس يور فينوتايب تقول انا بلاك جروب A، واتس يور جينوتايب تقول له في احتمالين، حسب الجينات في احتمالين، انا الاكشوال جروب ايه، انما جينو تايب ممكن ابقى ايه وممكن ابقى ايه او. ونفس الكلام هنا بي بي او بي او، الاو ريسيسيف اطلع بي، يبقى الفينو تايب بي والجينو تايب يا بي بي يا بي او. طب امتى اطلع ايه بي؟ لو خدت من واحد ايه والتاني بي فاطلع ايه بي. يبقى في الحاله دي خد بالك ودي الاحتمال بقى الوحيد اللي فيه الفينو تايب ايه بي والجينو تايب ايه بي مش الاو. امتى اطلع او؟ لازم اخد من الاثنين او فاطلع او. هنا برضو دي مش، لا مش هي هي، الفينو تايب او. طب الجينو تايب او او، مين الوحيده اللي اجابه الفينو تايب هي اجابه الجينو تايب؟ الاي بي. الفينو تايب اي بي، الجينو تايب اي بي. في سؤالين في الام اس كيو. راجل بلاد جروب او اتجوز واحده ست مش عارفين نوعها ايه، مين العيل اللي اذا جابه يبقى ابن الجيران؟ اي بي. يعني ان او بيرنت كان نوت هاف اي بي كيد، والعكس. سؤال بالعكس، راجل اي بي اتجوز واحده ست مش عارف لها نوع، مين العيل اللي اذا جابه يبقى ابن الجيران؟ او كيد. يبقى الاو ما يجيبش عيل اي بي ايا كانت الام، والاي بي ما يجيبش او ايا كان الطرف الاخر. تقل لل أهم importance of RH system. مرض اسمه erythroblastosis fetalis. قبل ما نعرفه تعالى تقول الأول repeated blood transfusion. خد بالك، يبقى هنا قلنا blood transfusion في الاي بي للأوائل أهي، إنما هنا قلنا أهي الليزر، هنا قلنا blood transfusion، إنما هنا قلنا repeated blood transfusion. ليه قلنا repeated؟ يعني هنا قلنا blood transfusion، انما هنا قلنا repeated blood transfusion. افهم ليه. احنا قلنا جمله بمليون جنيه ان ال Rh negative body in the bed ما عندوش antibodies، فلو نقلت له دم positive DD مش هيحصل حاجه لان ما فيش antibodies ضد DD، ففي اول نقله مش هيحصل حاجه، بس ده هيستثيره، هيستثيره انه شاب بقى بوستف، هيعمل له سنسيتايزيشن انه يكون انتي دي كابتل، بس في اول مره اهي زي الفل، بحيث لو نقلت له دم تاني بوستف عنده انتي دي كابتل يحطم. عشان كده قلنا مهمه في الريبيتد بلاد ترانسفيوجن. يبقى في الاي بي او سيستم بلاد ترانسفيوجن، انما هنا ريبيتد بلاد ترانسفيوجن، لان من عظمه الخلق والخالق ان الشخص النيجاتيف بادي ان ذا بيت ما عندوش انتي دي كابتا، ففي اول مره ما يحصلش حاجه، في ثاني مره هي اول مره خليته يستثار انه يكون انتي دي كابتا، واللي بيكونها بعد اسابيع، وانت عارف الار بي سيز عمرها 120 يوم، يعني باي ذا تايم يتكون انتي بوديز وتزيد للنسبه اللي اتاثر يكون انتي بوديز اللي اتنقلت خلاص قضى الله في امرها وانتهى عمره. عشان ما تسالنيش طب ليه الانتي دي ما اثرتش في الار بي سيز المنقوله، لان الانتي دي بتاخد وقت طويل قوي عبال ما تتكون، والار اتش المنقوله دي اللايف سبان بتاعها محدود، ده اجدد كره 120 يوم، وطبعا مش معقول كل الكرات اللي واخدها جداد، انت واخد دم جديد في ايديه. المهم الاهم بقى الاريثروبلاستوس فيتاليس اللي هو الار اتش هيموليتيك ديزيز. راجل بوستيف اتجوز ست نيجاتيف، حلو، فكر في انجاب طفل، فالبيبي اللي هو باللون الاحمر عشان أميزه خد جيم من أبوه دي كابتل وجيم من أمه دي لور كيس دي سمول، يبقى البيبي يطلع إيه؟ بوستيف. ومن شابه أباه فما ظلم. أول بيبي ما جرالوش حاجة ليه؟ لأن النيجاتيف تو ستارت ويز ما عندهاش أنتي دي كابتل، ولا تعلم عن ماهية الطفل اللي جواها لأن فاصلهم البلاسينتا، خلاص هي مش عارفه البيبي ده بوست ولا نيجاتيف، ما شافتوش بلاسينتا المشيمه فصلها
حانت ساعة الولادة. اتولد البيبي خلاص وابوه خده والواد سليم زي الفل. وبعد البيبي نزلت البلاسنتا المشيمة، حتى يسموها خلاص لأن الولادة بتبقى خلصت. مشيمة نزلت، المشيمة أدي جدار الرحم وهي نازلة بتتقطع من جدار الرحم. فبعض الكرات بتاعة الجنين اللي خلاص ولد نزل قبل المشيمة راح داخلة من خلال البلاد فيسل بتاع اليوترس لدم الأم. فالأم بعد ما البيبي اتولد وأبوه خده البلاسنتا وهي بتتقطع اللي هي بيسموها الخلاص، وليه يسموها خلاص؟ الولادة ما تخلصش غير لما ينزل مشيمة، مش لما البيبي يتولد. البيبي يتولد ده مرحلة أولى، البلاسنتا تقطع ده بعد كده تنزل دخل كرات الدم. هي شافت الدم بوست، يا نهار ابيض ده الواد بوست زي ابوه وهي مش طايق ابوه، تروح مكونه انتي دي كابتن بعد ما الواد اتولد. يبقى ربنا عملها ليه بقى؟ عشان يضمن على الاقل في بيبي زي الفل، بس الولد ده بقى خلاها تكون انتي دي كابتن اللي هو اميونوجلوبين جي اللي هو المونومير اللي ممكن يعدي البلاسنتا. الكارثة لو فكر في انجاب طفل ثاني، هياخد دي كابتل من ابوه دي سمول من الام بقى بوستيف، هنا بقى الانتي دي ده بيعدي البلاسنتا يكسر كرات الدم الحمراء بتاعة البيبي ويعمل اريثروبلاستوس فيتاليس او ار اتش انكومباتيبيليتي. اللي بقوله للزملاء الاصغر سنا، لازم الانتي باديز دي توصل تركيز معين عشان تأثر، تحت تتر معين ملاش تأثير. عشان كده للأوائل وللزملاء الأصغر سنا، السكن بيبي يمكن أن يتأثر، مش لازم يتأثر، يمكن أن حسب تركيز الأنتي باديز 10-15% يتأثر السكن بيبي. إنما بتفكر معايا بتكرار الحمل، تركيز الأنتي باديز كل مرة بيدخل شوية كرات دم بيضاء يستثير الأم أكتر، تركيز الأنتي باديز يزيد، فالطفل احتمال تأثره الثالث أكتر من الثاني والرابع أكتر من الثالث أنسؤون. وعشان كده النسبة 1-250 مش 15%. ما هو 15% من الناس هنا في نورث أمريكا نيجاتيف، طب ليه تاني بيبي مش 15% بتأثر؟ لأن يمكن أن يتأثر، لكن بتكرار الحمل يتأثر أكتر. طيب السؤال الأول ليه كنتوا، متى يمكن في الام اس كيو أن يتأثر البيبي الأول؟ لو الأم أوريدي عندها انتي دي كابتل، يعني دكتور مغفل مع الاعتذار نقل لها وهي بنت دم بوستيف فكونت انتي دي كابتل اهو، يبقى ده امتى تأثر الفيرست بيبي؟ لو تنقل لها دم بوست. عشان كده بقول ان ار اتش نيجاتيف فيميل شود نيفر 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 ترانسفيوز دوز ار اتش بوست بلاد، لانك تبقى ضيعت الفرصه اللي عملها لها ربنا. النيجاتيف ما عندوش انتي دي كابتل، الام النيجاتيف بادي ان ذا بيد ما عندهاش انتي دي كابتل، اللي بيعدي البلاسنتا عشان يبقى عندها فرصه على الاقل في وان بيبي، انت بتضيع لها الفرصه دي. نيجي بقى الاسئله الام اس كيو، متى يحدث الاريثروبلاستوز فيتاليس؟ هيحط لك اربع احتمالات في سؤال الام اس كيو، واحده بس هي اللي صح. لازم الام كلمتين ار اتش نيجاتيف، ما تنفعش لوحدها لان النيجاتيف ما عندوش انتي بودي، سنسيتايز يعني تم اثارتها وكونت انتي بوديز، وزي ما قلنا الاثاره دي تتم بطريقتين، بانها تبقى حامل في بيبي بوزيتيف او يتنقلها لم بوزيتيف. طيب والاب والجنين لو اختار واحد فيهم لازم يبقوا بوزيتيف، يعني الاب او الجنين كلمه واحده بس لازم يبقوا بوزيتيف، انما الام كلمتين نيجاتيف وذن ستايلز. فبيحط لك اربع اجابات لازم ثلاث كلمات يخلوا الاجابه صح في الام اس كيو، الاب كابنه بوزيتيف، لو اختار لك اب او ابن لازم بوزيتيف كلمه واحده، الام حاجتين نيجاتيف وذن ستايلز. السؤال الثاني، ايه تاثير الحكايه دي لو حصل بقى المرض؟ يوجوالي البيبي بورن ديد، غالبا يتولد ميت، لكن if born alive لو اتولد حي خلاص هيبقى عنده ثلاث مصايب، الار بي سيز متكسره يبقى سيفير انيميا، قلنا الهيموجلوبين متكسر بيدي بيلي روبين البايل الذهبي يبقى عنده جوندس صفرة. ثالث مصيبه ان البيلي روبين ده بيعدي البلاد برين بارير، لان البلاد برين بارير ما بيتكونش في الجنين الا بعد سنتين من الولاده،
فبيبوظ له مخه ويعمل له كيرنيكتراس. اكتراس يعني اصفر، مخه يصفر ويدخل الصرا الصفر، يبقى عنده منتال افكشن، يبقى غالبا يتولد ميت. تتولد حي في ثلاث مصايب: سيفير انيميا، جوندس، كيرنيكتراس. في الام اس كيو، طب العلاج؟ نغير له دم، ريبيتد بليدنج اند ترانسفيوجن، يعني ناخد 20 سم دم ونديله 20 سم، ناخد 20 سم دم ونديله 20 سم، عشان كده سموها ريبيتد بليدنج اند ترانسفيوجن، اللي هو في كلمه مش دقيقه قوي اكستشينج ترانسفيوجن، يعني ما بنغيروش مره واحده 20 20، يعني تملي فيه خلط للدم القديم مع الدم الجديد، وعليه تفهم. طب الدم الجديد اللي هتديله لازم يبقى ايه؟ لازم ما يتكسرش بالانتي بودز اللي عنده، يبقى لازم يبقى نيجاتيف، ار اتش نيجاتيف بلاد، برغم ان البيبي بوزيتيف، بنغير له دم بدم نيجاتيف زي امه، عشان الانتي دي كابيتال ما يلاقيش دي كابيتال انشن يكسره في الار بي سي، فبنديله دم نيجاتيف او. ان درهما من الوقايه خير من قنطار من العلاج. طب ايه البريفنشن؟ اهم حاجه ان الام ما تشوفش البوستيف اللي دخل ده، فعقب كل ولاده البيبي بوستيف او اجهاض لبيبي بوستيف، مش لازم ولاده، ابورشن او بريجنسي، بندي الام انتي دي اميونوجلوبولينز، احنا بنديها انتي دي، فالانتي دي هيجري يلاحق مين؟ ملوش دعوه اهي، لما هتدوله هيلاحق الار بي سيز اللي دخلت غلط. خد بالك البيبي خلاص اتولد، اللي دخلوا غلط هيلاحقهم يكسرهم، وما يأثرش على الام لان الام ما عندهاش دي كابت، يبقى هيكسر الجنين ومش هيكسر الام، فالام ما تشوفهمش فما يحصلش سنسيتايزيشن. ده اهم حاجه في العلاج، ان عقب كل ولاده وكل ابورشن تاخد انتي دي كابت سمول اماونت، يكسر الكرات اولا باول اللي دخلت غلط قبل ما الام تشوفهم وتستسرها انها تكون، لان لو هي كونت هتقعد تكون طول عمرها. لان طالب يسالني طب الانتي دي كابتال اللي احنا اديناه ده مصيره ايه؟ مصيره ايه؟ كل حاجه دايناميك، هينقضي، ده مش بلازما بروتين، هيختفي بعد شويه بعد ما يؤدي المهمه بتاعته. تاني حاجه قلناها ان ار اتش نيجاتيف فيميل شود نيفر 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 بي ترانسفيوزد وذ ار اتش بوزيتيف بلاد، عشان ما تعملهاش سنسيتايزيشن، ما تضيعلهاش فرصه ربنا. تالت حاجه اللي هي عبيطه، يقول لك ونيفر بوسيبل لو الست النيجاتيف تتجوز راجل نيجاتيف، ونيفر بوسيبل ان ار اتش نيجاتيف فيميل شود بي مارد تو ان ار اتش نيجاتيف ميل. بس كان نسبتهم في بلادنا العربيه 1%، هي لاقي اساسا عريس بوسيبل اللي هم 100%، عشان هنقلص فرصتها في الجواز ل 1%، نقول لها دوري على واحد نيجاتيف، اي عبط. الصفحه الاخيره، اللوحه الاخيره، بلاد ترانسفيوجن. الانديكيشن امتى ننقل دم؟ هنقولها في عجاله لان ما بيجوش قوي. ننقل دم في ثلاث احوال: لو نزفت اكتر من 20% من الدم، مش لو نزفت دي كلمه غلط، لازم اكتر من 20% من الدم، ما نعرضكش لمخاطر البلاد ترانسفيوجن الا لو فقدت لتر دم من الخمسه وشويه اللي عندك 20%، او عشان نعوض اليمنت واحد ناقص عندك، يعني واحد عنده سيفير انيميا فبنقول له دم عشان اعوضه عن ار بي سيز، عنده سيفير ليكوبينيا هنقول له دم عشان اعوضه عن كرات الدم البيضاء. في خمس حاجات ممكن ننقل دم، اي واحده فيهم ننقل ذا هول بلاد عشان نعوض الحاجه الواحده دي. كرات دم حمراء عد معايا، بيضاء ادي 2، بليتلتس ادي 3، بلازما بروتينز 4، كلوتينج فاكتور 5، وثالث حاله بننقل فيها دم في الاريثروبلاستوس فيتالس. حتى قلنا repeated bleeding and transfusion Rh negative، خليه زي هم. precautions دواعي نقل الدم، بقسمهم اتنينات ست حاجات: لازم الدم يبقى خالي من الامراض وخالي من التلوث، خالي من الامراض وخالي، يبقى اتنين خالك، خالي من الامراض وخالي من التلوث. اتنين، لازم الدم يبقى compatible بالcross matching، قلت مش compatible بالبطاقة، الكروس ماتشنج سموها كروس ماتشنج، ان بتجيب نقطه دم من الريسيبيانت تحطها مع نقطه دم من الدونر قبل ما تنقل، بان عملي خارج الجسم لما سوف يحدث داخل الجسم، يبقى كده كانك حطيت البلازما بتاعت الدونر على الار بي سي بتاعت الريسيبيانت والعكس بالعكس، ما
ما حصلش حاجه بره الجسم، ما حصلش حاجه بره الجسم، يبقى 100% مش هيحصل حاجه جوه الجسم. دي يسموها بص كروس ماتشنج. فهمت ليه يسموها كروس؟ اهو علامه الكروس، كروس ماتشنج. والست النيجاتيف لازم تديها دم نيجاتيف، يبقى لازم الدم كومباتبل بالكروس ماتشنج. والار اتش نيجاتيف بيرسون، مع ان ممكن تديله مره بوزيتيف، يا اخي ما تضيعلوش فرصته، تديله نيجاتيف بلاد. ادي 3 و4 5 و6 لازم الدم يبقى محترم، نسبه الهيموجلوبين فيه عاليه، ولم يمضي عليه اكتر من 3 اسابيع في درجه 4 مئويه في الثلاجه. طيب الاف اي الكومبليكيشنز بلاد ترانسفيوجن، هنشوف الكومبليكيشن. طبعا بفاجئ في بعض الجامعات عندنا يتكلم على الانكومباتبل بلاد ترانسفيوجن، ليه حاجه ما يصحش تحصل لو في اخلاق وعملنا كروس ماتشنج، لو جربنا بره الجسم وما حصلش حاجه لا يمكن يحصل حاجه جوه الجسم. كون حصل جوه الجسم معناها غايبه الزمن، ما عملوش الكروس ماتشنج، فادينا دم غير مناسب. هنا ما يهتموش بيها دي خالص، دي اخر حاجه يتكلموا عليها، هنتكلم عليها طبعا. اولا بزعل ان احنا البلاد ترانسفيوجن دي مشاركه ما بين الدونر والريسيبيانت. في دونر وفي ريسيبيانت، ليه يا اخي؟ ده الدونر ده حق بالرعايه، ده راجل متطوع واهب مش مستقبل. يعني ده اللي بيدي، مغبوط هو العطاء. عطاء ده حاجه حلوه. ده لو ادى كتير يحصل له انيميا. عشان كده بيقول لك يعني ما يصحش تتبرع بالدم غير كل شهرين ثلاثه عشان تكون كونت دم اكتر. لو ادى كميات كبيره يحصل له شوك. يبقى الدونر عنده احتمالين، كميات متكرره انيميا، كميه كبيره يحصل له سيركولاتوري شوك. نيجي ريسيبيان عنده اربع احتمالات، يبقى الدونر اثنين ريسيبيان اربعه. اخطر احتمال بنخاف منه الانفكشن، لا الواحد يجي له ايدز ولا يجي له هيباتايتس ولا يجي له ملاريا، اللي هي اكتر انفكشن ديزيز في العالم الملاريا. ادي فقره معلومات عامه. انما طبعا بنخاف اكتر من الايدز والهيباتايتس. يبقى دي اول حاجه. ميكانيكال كومبليكيشن، ان بعد ما ياخد دم ما يتقفلش ياخد هواء، الكلام ده خلاص بطلوه لما كانوا بيستخدموا زمان ازايز، دلوقتي بتبقى بلاستيك فبيقفل لوحده. يخلص دم يروح قافل الكيس. او ميكانيكال لو ادينا اوفر ترانسفيوجن، ادي الدم اكتر من اللي عاوزه العيان، يبقى زودت الورك بتاع الهارت، يبقى هتجيب له هارت فيلير. يبقى حاجه ميكانيكيه اهي. طب ثالث حاجه فيزيكال، دي اللي ما يعرفهاش الزملاء الصغيرين. دي اهم كومبليكيشن يا اولاد، اللي هو الرجي، ان الواحد يبقى عنده حساسيه للاضافات اللي محطوطه على الدم. احنا بنحط على الدم انتي كواجلانز، بنحط على الدم ديكستروز عشان الخلايا تعيش، مش هنسجنها من غير غذاء. فالواحد عنده حساسيه للمواد دي، ده في 3% من العيانين، العيان يرتعش ويسخن. ساعات بيلخبطها الزملاء الصغيرين، يفتكروا ان ده انكومباتبل ترانسفيوجن لما العيان ارتعش وسخن. الحل سهل جدا، خد عين البول. لو لقيت البول رايق يبقى دي الرجي. لقيت البول فيه دم، فيه دم، يبقى ده انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن، تبقى مصيبه سودا. رابع واخر كومبليكيشن انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن. لو اديت دم غير مناسب، وده لا يحدث الا لو ما عملش كروس ماتشنج، الا لو ما عندكش ذمه وعلى الباغي تدور الدوائر، اديت دم فصيله غلط، هيحصل مرحلتين. في الاول انتي بوديز هتعمل اجلوتينيشن للار بي سيز، وبعدين يجي كومبلمنت يكمل يعمل هيموليسيس. يبقى الاوائل ايه سبب الاجلوتينيشن؟ انتي بودي. انما ايه سبب الهيموليسيس؟ كومبلمنت. كومبلمنت بيكمل، انتي بودي يمسك والكومبلمنت يفجر، الانتي بودي يمسك اجلوتينيشن والكومبلمنت يفجر. ده الاوائل هيموليسيس، مش اي قرايه، مش اي عبط. سؤال داخل سؤال هنا، طبعا لما يحصل اجلوتينيشن هيتسد الفيسل، فيحصل بين في الباك وفي الجوينتس وفي القلب، انجينا بيكتورس. الرسمه اللي قصادك دي اي بي او انكومباتبيلتي ولا ار اتش انكومباتبيلتي؟ بيجيبوها هنا سؤال. الاي بي او انتي بوديز اللي هو الام تايب اللي هو البنتامير بيمسك كام؟ الواحد بيمسك اثنين، يبقى الخمسه يمسكوا 10، يبقى ده اي بي او انكومباتبيلتي. لكن لو لقيت كورتين دم بس ماسكين في بعض، الار اتش انتي بوديز
immunoglobulin جي جي اللي هو مونومير بيمسك 2، يبقى الار اتش بيمسك 2، الاي بي او يمسك 10. ده سؤال هنا عندنا وبيجيبوه بطريقه ثانيه من غير رسم. يبقى مين اخطر، الاي بي او انكومباتيبلتي ولا الار اتش انكومباتيبلتي؟ سؤال ام اس كيو انا حافظهم وورد وايد، الاسئله وورد وايد حافظهم كلهم. الاي بي او طبعا لان الانتي بادي بيمسك 10، بنتامير ام بنتامير بيمسك 10، انما الار اتش اقل خطوره. ليه؟ لان الار اتش لان الانتي بوديز ايمونوجلوبولين جي مونومير بيمسك 2. ده الاجلوتينيشن. نيجي بعد كده يحصل هيموليسيس بالكومبل، فالار بي سي يطلع منها ثلاث حاجات: استامين يعمل فازو دايليتيشن ودروب في الارتيا بلاد بريشر وشوك، خلاص. وبعدين يطلع منها اي خليه جواها بوتاسيوم، يطلع بوتاسيوم اللي هو اكتر اين يخشاه الهارت، يعمل اريدميا لخبطه في ضربات القلب. بعدين اهم حاجه تطلع الهيموجلوبين، 34% من مكونات الار بي سي هيموجلوبين. الهيموجلوبين ده هيعمل ثلاث حاجات: هيتحول في الكبد للبيليروبين البايل الذهبي، ينزل في القنوات المراريه ويدي الجوندس اللي هو مرض الصفر. الهيموجلوبين لما يبقى فري في الدم يعمل مصطين، يزود لجوجه الدم وده يزود مجهود القلب، ويزود الاوزموتيك بريشر بتاع الدم فيسحب ميه فحجم الدم يزيد، فده تاني يزود مجهود القلب. يبقى زاد مجهود القلب لسببين: ان الدم اصبح اكثر لزوجه واكثر اكبر حجما، الهيموجلوبين خلاه لازج اكثر، والهيموجلوبين سحب ميه زود الفوليوم فيحصل هارت فيلر. اهم حاجه اللي جايه ما بيموتش من ده كله، ولا بيموت من ايه؟ ان الهيموجلوبين بيقفل انابيب الكليه النفرونز. الهيموجلوبين لما كنت بتحط عليه اسيد في المعمل كان بيدي اسيد هيماتين في تجربه الهيموجلوبينومتر، الكلاكيع البني دي عملتوها في العمل. طب انت اليورين بتاعك اسيدك لان جسمك لا ينتج غير اسيدز، الفيكسد اسيد بتنزل في الكليه، فلما الهيموجلوبين يطلع من الار بي سيز ويدخل انابيب الكليه اللي فيها اسيدك يورين يتفاعل مع الاسيد يدي كلاكيع بني اسمها اسيد هيماتين، تسد انابيب الكليه، تقف الكليه، تموت من رينال فيلير. ده السؤال، يبقى ايه الكوز اوف ديث؟ مش كل ده، رينال فيلير. لو في جهاز غسيل كلوي نقدر ننقذك، المدينه اللي انت فيها ما فيهاش غسيل كلوي باي باي، خلصت الحياه. ده الكومبليكيشنز اوف بلاد ترانسفيوجن، تبقى عارفها. يبقى الدونر حاجتين والريسيبيانت اربعه: انفكتيف ميكانيكال فيزيكال اند انكومباتبل. هما بيهتموا عندنا بالانكومباتبل. الانتي بادي هيعمل اجلوتينيشن في حاله الاي بي او سيستم اقوى من الار اتش، لان الايمونوجلوبولينز ام بنتامير بيمسك 10، 5 يمسك 10، انما الار اتش ايمونوجلوبولين جي مونومير يمسك 2، يبقى الاي بي او اخطر من الار اتش. وبعدين يحصل هيمولسيس بالكومبليت، يحصل فازودايليتيشن، ضغط يقل، البوتاسيوم يعمل لخبطه في ضربات القلب والهيموجلوبين، جوندس في الليفر يزود الورك بتاع الهارت يعمل لك هارت فيلير. بس مش ده اللي هيموتك، مش ده اللي هيموتك، اللي موتك الرينال فيلير ده الكوز اوف ديث. ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله. ادي يا اولاد البلاد اهو في ثلاثه ليكتشرز، راجع منها كل اسئله ام اس كيو، تحل بعدها اللي تغلط فيه، تشوف ليه غلط وتعيده تاني. وفي نفس الوقت كراش كورس معتبر، حفظت البلاك كله مفروض زي الفل. يبقى انا هقول لكم حاجه تاني باذن الله في المراجعه اللي هي الانترودكشن، وانا اكتفي بهذا القدر. ولم يبقى الا ان اشكركم على وقتكم اللي اديتهمني، واتمنى اكون اديتهوني، واتمنى اكون افدتكم. وفقكم الله، شكرا.